تمام، مش عايزين نركز قوي على فكرة ان احنا بنتكلم على حاجة غريبة وعجيبة ما سمعناش عنها. قولوا لنا كده مع بعض كده عشان ايه نصحى، قولوا لنا كده امتى بنحتاج ندايلايز البيشنت، يعني قولوا لنا كده حبة انديكيشنز. هايبركاليميا، ميتابوليك اسيدوزيس، ايه تاني؟ هايبر ناتريميا، تمام. طيب هو في مجموعة انديكيشنز، لها علاقة بموضوع الفلويد اوفرلود وما حوله، تمام. برضو زي ما احنا كنا بنتكلم في الفلويدز، احنا مش هنقعد ندخل في خناقات ونقول الاوليجوريا انديكيشن، لا الاوليجوريا مش انديكيشن. الاوليجوريا ان وات سيتنج؟ يعني لو عين اوليجوريك ودي هيدريتد هنغسل له، صح؟ انما لو البيشنت اوفرلودد محتاجين نسحب منه فلويد، مش جاي بيورين، مش ريسبونسيف للدايوريتكس، يبقى ساعتها هيبقى انديكي، تمام. والموضوع ده عشان زي ما احنا قلنا الصبح، قصه ان انت اساس الاكسترا سيلولار ستيت بتاع العيان، الاكسترا سيلولار فلويد، مش دايما القصه بتبقى سهله وحاجات زي كده، لكن في حاجات اكستريم واضحة جدا. عيان دخل لك وزنه 10 كيلو اول امبارح، اول امبارح اخد 1500 وجايب 200 سنتي بول، وامبارح واخد 100 ومش جايب بول، والنهاردة انوريك ابتدى يبقى كونجست، يعني في انديكيشنز واضحة، تمام. فهي الاوفرلود والبوتنشال اوفرلود وما له علاقة بالاوفرلود. في حاجات تانية لها علاقة بالبيوكيميكال ابنورماليتيز اللي هي بتبقى موجودة مع الاكيوت كيدني انجري. احنا يمكن عارفين، او بعضنا عارف ان كلمة acute renal failure خلاص ما بقتش مستخدمة، هو الترم المستخدم acute kidney injury عشان يقولك انه spectrum واسع. ف الهايبركالميا، intractable metabolic acidosis، العيانين اللي عندهم uremic manifestations يعني bleeding, convulsions, encephalopathy، حاجات زي كده، تمام. وطبعا الجزء بتاع النون رينال انديكيشنز، انجاز التعبير، اللي منها الهايبرناتريميا ومنها بعض البويزنينج ومنها بعض الحالات في الانبورن ايرورز وهكذا، تمام. طيب القصه ببساطه انه عشان اي عيان يغسل انا محتاج المنظر اللي في السلايد ده، تمام. محتاج ممبرين اللي هو بلاختر، والممبرين ده بيفصل البيشنت بلاد عن محلول اسمه الدياليزيت. انا ما بتكلمش في نوع الغسيل، بتكلم ان جنرال، كويس كده. يبقى في دم العيان وفي محلول اسمه الدياليزيت وفي ممبرين بيفصل بينهم، متفقين؟ بص يا فندم، رقم الكرياتينين unless انك بتتكلم في حاجه very extreme is rarely an indication. انت يهمك الترند، هو بيعلى، طيب العيان otherwise اخباره ايه؟ اليوريا والكرياتينين ما هماش هما الحاجتين اللي ذات very highly toxic اللي هيبهدلوا الدنيا، هم just markers بيانديكيت ان العيان ده الكيدني فانكشن مش حلو، تمام. لكن انا بشوف عيان الكرياتينين بتاعه 3 أو 4، تمام، بس العيان ده بيجيب يورين ما هوش اوفرلودد، ما عندوش اي كلينيكال مانيفيستيشنز اوف اللي احنا بنقول عليها يوريميك سيندروم، بوتاسيومه كويس مش اسيدوتيك، اموره كويسه، ممكن نستنى عليه. فرقم الكرياتينين ورقم اليوريا الناس ما اتفقتش ليه؟ لانه مش هو الحاجه المهمه قوي في الموضوع، تمام. لكن لما يجي لك واحد الكرياتينين بتاعه 15 خلاص ده مش هنتكلم فيه، يعني في حاجات فيري اكستريم. انما لو هو رايزنج ده يقول لك ان العيان ده مش ماشي حلو، بالذات لو معاه حاجات تانية. انما الرقم كسناب شوت كده، ده 2 ده 3 ده 4، ما هوش ده الاساس في قرار الدياليسيس. هو ببساطه الكلام اللي جديد نسبيا، يعني هو انت بتغسل العيان لما يكون مش هتعرف تظبطه من غير دياليسيس، ده ببساطة شديد،
تمام. لكن الحاجات اللي مور ابسوليوت عن الكرياتينين هي الهايبركاليميا، الانتراكتابل اسيدوزيس، الهايبرفوسفاتيميا لو هي اكستريم، يعني في عيانين التيومر لايسس ساعات تلاقي واحد الفوسفرس بتاعه 20 وحاجات كده، مش الهايبرفوسفاتيميا 7 وال8 وال10 يعني، دول بنستنى عليهم مفيش مشكله. وكتير تلاقي العيان عنده كذا حاجه ريلاتيف، يعني كرياتينين رايزنج وعنده اسيدوزيس والعيان اوليجوريك بس ما هوش اوفرلودد قوي، بس انت محتاج تديله حاجات، فايه بتلاقي القصه على بعضها ريلاتيف مع ريلاتيف مع ريلاتيف، فبتقول ان العيان ده هيبنفيت فروم دياليسيس دلوقتي، تمام؟ فبتتحسب كده. لكن خلينا نخش في التكنيك نفسه، احنا ممكن نقعد نقرا عن الانديكيشنز وننزل فيها جايد لاينز، وهي السلايدز موجوده برده ما فيش مشكله، يعني لو انتوا ايميلاتكم موجوده ممكن هنبعتها لكم. لكن خلينا نتكلم القصه ايه، هي دي المشكله. احنا معظمنا بيبقى عارف ان العيان محتاج يغسل، لكن هي المشكله هو طب ايه اللي بيتعمل، طب ايه اللي انا ممكن اعمله، طب انا لو بعته، طب انا لو عايز السيرفيس دي عندي، وهكذا. فانا محتاج السيت اب ده، عندي ممبرين وعندي دم العيان في ناحيه وعندي محلول اسمه الدايليزيت في ناحيه. الدايليزيت ده فيسيولوجيكال سوليوشن، خلينا نتوقع مع بعض. الدايليزيت ده هيبقى فيه صوديوم تقريبا زي الاكسترا سيلولار فلويد عشان ما يحصلش ايه فلويد شيفتس مش مظبوطه. طيب الدايليزيت ده فيه يوريا؟ اكيد لا، لان دي عايز اسحبها. الدايليزيت ده فيه كرياتينين؟ اكيد لا، تمام. الدايليزيت ده لازم يبقى فيه بفر، سواء هيبقى فيه بايكربونات او في حاجه تتحول لبايكربونات زي ساعات بيحطوا فيه لاكتيت واسيتيت وحاجات زي كده، تمام. لازم يبقى فيه بافر. طيب تفتكروا يبقى فيه بوتاسيوم؟ يا مفهوش يا فيه قليل، تمام، وهكذا. فده هو عشان يحصل اكستشينج مع ايه، مع دم العيان. طب تمام، الاكستشينج بيحصل بطريقتين كبار، طريقه اسمها ديفيوجن وطريقه اسمها الترا فلتريشن. ديفيوجن يعني ايه؟ ده فيزيكس. انا عندي كرياتينين في دم العيان 5 وفي الدايليزيت 0، يبقى الكرياتينين هيمشي من دم العيان يعدي الممبرين يروح الدايليزيت وانا اتخلص منه، صح كده؟ طيب انا عندي بايكارب في الدايليزيت 35 والعين اسيدوتيك البايكارب بتاعه 5، يبقى العكس، يبقى ده ديفيوجن، تمام. وطبعا الديفيوجن كل ما الحاجه صغرت كل ما حركتها تبقى اسهل، تقدر الديفيوجن بتاعها يبقى سريع لغايه ما نوصل لحجم معين هيبقى الممبرين ده ما بيعديهاش، فمش هتقدر ان هي ايه تبقى دايلايزد، تمام، سهله كده. طيب لو انا عايز اسحب ميه من العيان، اسحب ميه ازاي؟ بنسحب ميه بحاجه اسمها الترا فلتريشن. الترا فلتريشن المربع الاصفر اللي هنا ده، السهم اللي هو ده، ايه الالترا فلتريشن؟ هو فرق بريشر، فرق بريشر يعني بريشر ناحيه الدم اعلى من ناحيه الدايليزيت، وعندي ممبرين في خروم مصفى، فالميه هتعدي منين؟ من البريشر العالي اللي هو عند العيان للبريشر القليل اللي هو في الدايليزيت، تمام كده. والميه وهي بتعدي بتاخد معاها كل الحاجات اللي دايبه فيها، اليوريا والكرياتينين برضو نفس الكلام، اللي هي تقدر تخرج من هنا، تمام، سهله خالص. طب انا ازاي حققت ده؟ يعني ازاي جبت دم العيان وجبت جنبه دايليزيت وبينهم ممبرين؟ ماشي، في نظريتين. نظريه اسمها هيموداياليسس. ايه الهيموداياليسس ده؟ مكنه الغسيل اللي موجوده في وحدات الكلى. مكنه الغسيل دي بتعمل ايه؟ مكنه الغسيل دي بنجيب فلتر اللي هو الدايلايزر، الفلتر ده هو فيه ممبرين، تمام، والفلتر ده بنوصله من ناحيه بالمكنه بالدايليزيت المحلول، ومن الناحيه الثانيه بيبقى العيان يا اما عامل اي في فيستولا، يا اما العيان مركب قسطره، مركب سنترال لاين نقدر نسحب منها دم، وبناخد دم العيان نوديه عند الدايلايزر اللي هو متركب في المكنه. يعني ازاي؟ يعني انا عندي الفلتر كده، تمام، محتاج اخد دم من العيان، وفي بامب في المكنه، البامب دي بتزق الدم تمشيه في السيركت، تدخله في الدايلايزر الفلتر نفسه وتخرجه من الناحيه الثانيه. الدايلايزر ده فيه حاجه اسمها هولو فايبرز عامله زي البلاد كابيلرز بيمشي فيها الدم، وحواليها الدايليزيت اللي هو المحلول. يبقى انا هنا جبت الدم لايه؟ للدايليزيت، والمكنه هي اللي ايه بتمشي الدايليزيت وبتمشي الدم، وفيها بامبس وفيها كنترولز وفيها كل حاجه، انما هو دم العيان ما بيخشش جوه المكنه،
لحسن يكون حد فاهم ان دم العين بيخش جوه المكنه. دم العين ما بيخشش جوه المكنه خالص, كل الدياليسز بيحصل في الفلتر او الدياليزر اللي هو بيبقى راكب في المكنه, تمام كده, علشان نقدر ان احنا ايه, ان احنا نعمل التريتمنت اللي احنا هنعملها للبيشنت. طيب هوريها لكم, هي اوضح, هوريها لكم, انا عارف انكم مش فاهمين, انا بقول لكم الفكره لكن هجيبها لكم اهي اوضح اهي. ادي العيان, انا بسحب دم, بسحب دم, تمام, في هنا بامب, البامب دي بتاخد الدم هنا وتزقه ميكانيكال عشان تعديه على الفلتر ده, تمام كده, وبعدين يرجع تاني للبيشنت. يبقى انا باخد الدم اللي هو هنا بلون الازرق اللي هو كونتامينيتد اللي هو فيه يوريا وفي بوتاسيوم عالي وفي وفي وفي, في بامب هنا بتسحبه كده, بتمشيه عن طريق كونكشنز عامله زي جهاز الوريد كده بس طويله, تمام, ويخرج من الناحيه التانية يدخل هنا. ده فلتر بيترمي, هو عباره عن فايبرز كابيلاريز جواه, بيمشي جواها الدم, بيدخل من هنا يمشي جوه الفايبرز ويطلع من الناحيه التانية ويرجع. دي بلاد سيركت, تمام. بامب بتسحب دم من العيان تعديه على دايلايزر, هنقول حالا ايه قصته, وترجعه تاني للعيان. يبقى انا محتاج هنا اكسس, طريقه ان انا اخد دم وارجع. العيانين الكرونيك, كرونيك رينال, بيبقى عامل ارتيريو فينس فيستولا, بيبقى عامل عمليه واصله بحيث ان انا يبقى عندي الفين لما بوصله بالارتري بيبقى الفلو بتاعه عالي زيه زي الارتري, بيبقى ثيك وول زيه زي الارتري, اقدر ادخل فيه بالابره 3 مرات في الاسبوع من غير ما يتجلط, تمام, من غير ما ادخل في ارتري. انا ما ينفعش ادخل في ارتري وبعدين الارتري يحصل فيه ثرومبوزز يبقى البني ادم ده ايده طارت, ما ينفعش. فاحنا بنجيب ارتري نوصله فين عشان يبقى الفين فيه فلو عالي زي الارتري. دي الفكره, ارتيريو فينس فيستولا. الحل التاني اللي احنا بنستعمله في العينين الصغيرين او في العينين الاكيوت, لانه العملية دي بتحتاج شهر او شهرين عشان تشتغل, ان احنا بنركب له قسطرة سنترال لاين, سنترال لاين كبير شوي, ونسحب منه ونرجع, هو دبل يومن, او نسحب من حتة ونرجع وهكذا. يبقى ده السيركت. الدايليزيت بقى المحلول هيجي فين؟ انا المكنة نفسها بتدخل الدايليزيت كده وتخرجه هنا. يبقى انا هنا هذا الكارتريج او الفلتر او الدايلايزر هو عباره عن فايبرز زي الكابيلاريز ماشي جواها الدم, وحواليها بينها وبين بعضها ماشي المحلول الدايلايزيت. فيبقى يحصل كل الاكستشينج ايه هنا, تمام. لا ده بتاع كده عامل زي الازازه دي كده, تمام. الازازه دي جواها تشانلز رفيعه قوي بيمشي فيها الدم, وهي اساسا عايمه في محلول. هي لها فتحه بيدخل منها الدم اهي, وفتحه بيخرج منها الدم كونكتد على الفايبرز, تمام, ولها فتحه بيدخل فيها المحلول وفتحه بيخرج منها المحلول, ماشي. هي دي اللي بيحصل فيها الدياليزيس, تمام. هي بتتعلق على المكنه. المكنه وظيفتها ايه؟ وظيفتها بلاد سيركت ودياليزيت سيركت. البامب اهي بتسحب الدم من العيان في لاينز زي جهاز الوريد بس طويل شويه, تمام, تاخده تدخله هنا وترجعه للعيان تاني, تمام. في اللفه دي هو جه ان كونتاكت مع الدياليزيت اللي هو المحلول, تمام, فحصل الاكستشينج اللي هو اللي احنا ايه كنا جايبينه هنا. فبقى الممبرين هو موجود, الدم جوه الفايبرز والدياليزيت بره الفايبرز, تمام كده, ماشي. والمكنه بتحضر الدياليزيت وبتمشي الدم, دي سيركت ودي سيركت, بيتقابلوا بس فين؟ في الدياليزر اللي هو بيترمي في الاخر, تمام. طيب المكنه بتحضر الدياليزيت ازاي؟ بتحضره عن طريق جيركن. الجيركن ده فيه دياليزيت مركز بنشتريه بنحطه, تمام كده, وبيتخفف في ميه, والمية لازم تتعالج عشان المية اللي احنا بنشربها ما هياش بيور انف انها تخفف فيها الدياليزيت. زائد البيكربونات بيبقى لوحده. ليه بيبقى لوحده؟ عشان لو الشركات حطت البيكربونات في الجيركن بدل ما صلاحيته هتبقى 3 سنين هتبقى صلاحيته 3 اسابيع, فبيجي لوحده في كارتريج كده. فالمكنة بتعمل ايه؟ بتخلط, بتاخد شوية من الكونسنتريت وبتاخد شوية من البيكارب وبتدوبهم في مية وتعمل الدياليزيت وتدخله على الفلتر. في نفس الوقت هي فيها بامب بتسحب الدم من العيان
تدخله على الدايلايزر وترجعه له من الناحية التانية. يبقى أنا في الخلاصة هنا أنا جبت دم العيان وديته عند الدايليزيت اللي في المجرى عشان يحصل الديفيوجن. تمام؟ طيب أمال الألترا فلتريشن بسحب فلويد إزاي؟ بسهل خالص، بسحب فلويد عن طريق إن المكنة نفسها بتعمل نيجاتيف بريشر في الدايليزيت. تمام؟ المكنة بتعمل نيجاتيف بريشر في الدايليزيت، يقوم بالإيه؟ بفرق البريشر، المية تخرج من العيان للدايليزيت. طيب المشكلة في كذا مشكلة. أول حاجة طبعا لازم يبقى فيه محطة مية، والمكان ده نقله مش سهل قوي. وتالت حاجة لازم يبقى فيه فاسكولار أكسس. تمام؟ ورابع حاجة عشان البتاع دي تمشي لازم العين ياخد هيبرين، وإلا هتتجلط. عندنا بعض الحلول إنما يعني. تمام؟ وآخر حاجة القصة دي على العين دمه برة، فلو العين صغير قوي أو أنستيبل قوي ممكن ما يستحملش الحركة دي. تمام؟ وبعدين الهيموداليسيس السريع، يعني اليوريا ينزل بسرعة، الكرياتينين ينزل بسرعة، يعني ما ينفعش هيموداليسيس في هايبرناتريميا لأنه سريع. ما ينفعش هيموداليسيس في واحد اليوريا بتاعته عالية قوي أول مرة يغسل أنزلها له فجأة زيها زي الصوديوم برضو، هيجيله برين إديما. تمام؟ في عندي أنذر موداليتي اللي هي البريتونيال دياليسيس. البريتونيال دياليسيس تكنيكالي أسهل، مش محتاجة فاسكولار أكسس ولا سيستميك أنتيكواجيوليشن، تنفع في العيانين الصغيرين وممكن تتعمل بدون أجهزة إطلاقا. تمام؟ دي مزايا. less efficient less efficient. في الهيموداليسيس انت بتظبط، تقول عايز اسحب من العيان 100 في الساعة 1000 في الساعة، هنا انت مش بتظبط، انت بتشوف بيسحب كام وتصلحها بالترايل اند ايرور. لكنها طريقة يمكن تطبيقها للنيونيتس والبريتيرمز للعينين الكريتيكال اللي في الرعايات with very few exceptions. لو واحد عامل abdominal surgery مثلا او بطنه وحشة مش هتعرف ان انت ايه توصل. ايه الفكرة؟ هستخدم البريتونيوم كممبرين اللي هو في جسم العيان، واحنا عارفين البريتونيوم ده فيه بلاد كابيلاريز ماشي فيها دم، كل المطلوب انك تدخل له دايليزيت. معايا في القصة؟ فالبريتونيوم كده كده هو فيه ايه؟ فيه بلاد، كل المطلوب انك تدخل له دايليزيت يعمل اكسشينج عن طريق الكابيلاري ممبرين اللي هو في جسم العيان، وبعدين ترمي الدايليزيت وتدخل غيره وهكذا. يبقى ده فكرة البريتونيال دايليزيس. يبقى هنا الدايليزيت بتدخله انترا بريتونيال عن طريق قسطرة، كويس كده. ولما نحب نسحب من العيان محتاجين بريشر بنسحب ازاي؟ بنسحب عن طريق الاوزموزس. يبقى الدايليزيت ده فيه جلوكوز او فيه حاجة تسحب مية بالاوزموزس، اللي هي المية بتمشي من الايه؟ من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن. يبقى تقدر لو زودت تركيز الجلوكوز تقدر تسحب ايه؟ مية اكتر من العيان. ماشي؟ يبقى ده دياليسيس عموما. طبعا التكنيكاليتيز اوف هيمو دياليسيس خارج نطاق النهارده، احنا هنتكلم شويه على البريتونيال دياليسيس. تمام؟ كم واحد مننا شاف عيان بيعمل بريتونيال دياليسيس او عمل العيان بريتونيال دياليسيس؟ غير ساره طبعا. طيب ايمان طبعا. طيب بتاع ساره. طيب يبقى احنا بنعمل دايليزيت اكسشينجز ثرو بريتونيوم. يعني ايه اكسشينجز؟ ما هو انا لو دخلت الدايليزيت سبته في بطن العيان، بعد شويه هيبقى الكرياتينين فيه هيوصل زي الدم فالديفيوجن هيقف. فالدايليزيت ده لازم ايه؟ يبقى رينيود. ادخله اسيبه شويه وبعدين اخرجه وادخل غيره. دول اسمهم اكسشينجز او دويلز او رانز، كلهم حاجه واحده. تمام؟ يبقى انت محتاج ايه عشان تعمل كده؟ حضرتك محتاج ثلاث حاجات. محتاج البتاع دي، القسطرة اللي هنركبها للعيان. تمام؟ ونمرة اتنين محتاج الدايليزيت المحلول اللي انا كنت بوصفه. ونمرة تلاتة محتاج تعرف هتدخل قد ايه وتقعده قد ايه وتخرجه قد ايه وتحسب للعيان فلويد بالانس ازاي. هنعدي الكلام ده. دي بعض الكونترا انديكيشنز. ولو ان خليني اقول لكم حاجه، كل دول غسلناهم بريتون لما ما كانش لهم حل تاني. تمام؟ لكن الجايد لاينز بتقول ان هي دي كونترا انديكيشنز. تمام؟ بتقول ان الانفالوسيل والجاستروسكايسس. تمام؟ احنا غسلنا عيان بريتوني اكزونفلس ميجور لانه ما كانش له حل تاني، لا يفترض.
بره في البلاد الوحشه عندهم فلاتر هيمو وكونكشنز هيمو صغيره قوي تنفع للبري تيرمز. احنا اور اكسبيرينس احنا في مصر كلها اصغر عياده غسل هيمو 7 8 كيلو، اقل من كده تقريبا مستحيل بالسيتس اللي موجوده في مصر. تمام. وطبعا 7 8 ده صعب جدا، ده جنان يعني، يعني من اول 15 20 هو اللي بيبقى ريزونبل شويه. فده مفروض انه كونترا انديكيشن. الدايفراجماتيك هيرنيا مفروض انه كونترا انديكيشن لان الدايليزيت هيطلع في التشست يجيب له ريسبيراتوري ديستريس ويعمل له مشاكل. تمام. بلادر اكستروفي لان هتدخل فين؟ بندخل وبندخل الترا ساوند جايدد، بس هو مفروض انها كونترا انديكيشن. تمام. اوبليتريتد بريتوريال كافيتي ملهاش حل لان مش هيشتغل، وده بيحصل مع الريبيتد بريتونيال دياليسيس. ريسنت ابدومينال سيرجري، وساعات احنا بنقول لهم وانتوا بتقفلوا العمليه حطوا لنا قسطره بريتوني جوه عشان العيان ممكن يحتاج يغسل، انما لو العيان فيه جرح في بطنه يعني مش مستحب انك تعملها. مالجنانسي عشان الديسيمينيشن، دول اهم كونترا انديكيشنز. قبل ما تركب القسطره في كذا حاجه، او انا اتكلم كلام براكتيكال بقى. تمام. نمر احنا قلنا في القسطره وفي المحلول وفي البريسكريبشن. طيب مين اللي هيعملها؟ مفيش خناقات، اللي هيتدرب عليها هيعملها. كويس كده ماشي. المفروض ان النفرولوجيستس بيعملوها، المفروض ان دكاتره الرعايه ممكن يتدربوا عليها ويعملوها. كويس. في بعض الاماكن ناس بتوع انترفنشنال راديولوجي بيشتغلوها ايمج جايدد. كويس كده. يعني ما هياش حاجه سبيسيفيك لتخصص معين. في جراحين بيحبوا يدخلوا في الحاجات دي، احنا في عندنا جراح مفهم الناس كلها انه الخبير العالمي في تركيب السنترال لاينز الترا ساوند جايدد. اللي حصل ان احنا لما بيبقى في سنترال لاين في مشكله بنجيب الجراح يركبه اوبن، فهو قرر انه يجرب في العيانين ويركب الترا ساوند جايدد. فهم بقى يعني، فهي القضيه ايه، حد اتعلم حاجه وبيعملها، ولكن هي مش صعبه قوي زي ما هنشوف حالا. لازم نبص على العيان، جايز فيه سكار. كويس كده. جايز العيان هنسمع بقى حاجات كتير، عيان عنده سبلينوميجالي، فواحد دخل في السبلين بالقسطره، حاجات كده بتحصل. واحد مره كان عنده باك بريشر وكدني بالونه قد كده، فدخل بالقسطره في الكدني، بس ده خف عمل له نفروستومي يعني بالغلط، مفيش مشكله. تمام. فنبص على العيان ونشوف احنا داخلين فين، هنحدد السايت اوف انتري. اللي بركبش 50 قسطره بريتوني، السايت اوف انتري الوحيده تحت الامبلايكس. في سايتس اخرى، بس اللي مركبش 50 قسطرة قبل كده هي تحت الامبلايكس، is the only site اللي انت ممكن تركبها كستاندر. طبعا الكونسنت والورق، لازم البلادر تبقى فاضية. لماذا؟ لان حضرتك الابروتش اللي احنا هنريكومند ان انتوا تبتدوا بيه، ان حضرتك تدخل ميد لاين تحت الامبلايكس في اتجاه البلفس، ده الموست ديبندنت، وده اللي ايه الليست ريسك اوف كومبليكيشنز. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخش فيها هي البلادر. البلادر لو فاضية مش هتعرف تخش فيه. البلادر لو مليانة هتلاقي نفسك داخل عامل زي السوبرا بيوبيك أسبريت بالضبط، بس بدل ما انت داخل بنيدل داخل ببتاع كبيرة، هنفتحها دلوقتي وهتشوفوها. كويس كده. فالبلادر لازم تبقى فاضية. معنى ده براكتيكالي ان العيان لازم يتقسطر. تمام. العيان لازم يتقسطر قبل ما ندخل القسطرة. اي في اكسس في كل العيانين الاكيوت طبعا. ماشي. انتيبيوتكس تعويض سيديشن الى اخره. تمام. وبعدين بنحضر نفسنا الايه القسطره والدايليزيت واللاينز نجهزها. سيديشن او لوكال انستيزيا الا اذا كان العيان كوماتوزد، ما ممكن ما يبقاش محتاج. لازم حد يمونيتور العيان او العيان يبقى على مونيتور، ما ينفعش تركز انت في البروسيجر وتدي العيان سيديشن وبعدين القسطره تركب بس العيان ازرق وبقى سي بي، مش هتبقى حاجه حلوه يعني. تمام. وبعدين اسبسس لان ده ستيرايل بروسيجر. ندخل في الجد، هنخش بايه؟ هنخش بايه؟ البتاعة دي هنفتحها. بصوا عليها كلكم كده. ماشي. دي البتاعة اللي بنركبها. تمام. احنا هنخش بايه؟ عندنا اربعة اوبشنز. يا اما نخش بالبتاعة دي، طبعا انا قصدت اديها لكم عشان انتوا هتقلقوا هنخش بيها على طول ازاي، هنقول دلوقتي. كويس كده. الحاجة التانية دي حاجة اسمها فيرس نيدل، حد سمع عنها؟ ما بنستعملهاش بس مكتوبة. دي اللي بتستخدم في اللاباروسكوب عشان ننفخ بطن العين CO2 عشان نخش بالمنظار نشوف.
كويس. ميزتها ان الفيروس نيدل دي لما بتخرم سكن بتعدي بتبقى شارب، انما لو جت في انتستين او بلادر او فيسل مش هتخرمه. يعني التيب بتاعها لو هو جاي قصاد حاجة هاي ريزيستنس هيخرمها، لو هو جاي قصاد حاجة سوفت هيبقى بلانت هيعدي جنبها مش هيخرم، فده بيقلل الريسك اوف انجري. بس دي بتتعقم وبيعاد استخدامها، ودي موجودة عند بتوع المناظير. اللي احنا بنستخدمه التالتة دي ايه؟ دي الانتروديوسر نفسه اللي بنركب بيه السنترال لاين. لما بتيجي تركب سنترال لاين بتخش بالبتاعة دي وبتجيب فلو وبتروح مدخل فيها الجايد واير، فدي ممكن ندخل بيها تمام. وممكن تدخل بكانيلا 18 كانيلا خضراء تمام. ما بنحبش احنا الكانيلات الصغيره قوي عشان الملل، انت هتخش وتملى فلويد فتخش بكانيلا صفراء عشان تدخل 100 سم في بطن العيان تقعد جنبه ساعتين، فبندخل لو بكانيلا بكانيلا كبيره شويه. طيب ده اللي احنا بندخل فيه. هندخل فين؟ قلنا بالنسبه لكل اللي بنقوله ادي العيان، ادي الامبلايكس، تحت الامبلايكس على طول ستريكتلي ميد لاين. لا ليه؟ هنقول حالا ليه. لو انا دخلت هنا انا داخل في ايه؟ في سكين لينيا البا فرايتال بيريتونيه، صح؟ سهله ومفيش حاجه تعورها. لو انت دخلت هنا هتخش فين؟ هتخش في السكين وفي الريكتس، وورا الريكتس هنا في مين؟ في الانفيريور ايبيجاستريك ارتري وفين. ده بقى لو دخلت فيه هتبقى مشكله، وهيتحول الموضوع من انك بتركب قسطره بريتوني لان العين هيدخل العمليات كويس كده ويتفتح عشان نوقف البليدنج، وفي عينين ما بتتلحقش تمام. لو دخلت لاترال قوي عندك بقى شوف كام لاير حافظين مومنتو تمام، في ابروتش ايلياك لما بيبقى في النص مش شغال، بس دي اصعب لانك داخل في ماسل لايرز. انما اسهل حاجه معرفش هي القسطره وصلت فين، لما ترجع هنقول لكم هتقول لكم خش كده على طول، سهله ومفيش حاجه تعورها اساسا. انت وانس هنا بقيت في البريتونيوم، مش عايز تعور املى البريتونيوم فلويد قبل ما تخش فيه. ازاي تملى فلويد قبل ما تخش فيه؟ قلنا ممكن تدخل بكانيولا او بانتروديوسر وتوصله بجهاز وريد وتملى، يبقى انت عندك ورا ده ميه سلاين يعني او دايليزيت هتخش فيه، يبقى الموضوع ايه؟ مش هتعور حاجه، يبقى ميد لاين از ذا سيفست. لما تيجي القسطره هقول لكم قصه النير فيرتيكال انسيجن دي وهنعملها تمام. لا 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 احنا هنيجي ونعمل وفي فيديو هنشوفه وكل حاجه ما تقلقوش، بس بقول لك البرنسبل يعني. طيب ايه فايده النمله فلويد؟ ايه فايده النمله فلويد؟ اول حاجه سهل انك تخش فيه، تاني حاجه سهل انك تعرف انت وانس دخلت والعين بطنه فيها فلويد عرفت منين انك جوه، الفلويد طلع لك تمام، وبتقلل طبعا الفيسرال انجري. في بعض الناس بتحب تخش الترا ساوند جايدد، واللي جديد في الالترا ساوند جايدد هو الفلويد باين زي ما بتحط الترا ساوند بروف في عين عنده أسايتس، فهتقدر تسهل لك اللوكاليزيشن انك تشوف الابره وهي داخله. لكن المشكله ان لو العين ما عندوش أسايتس يبقى لازم انت تملاه فلويد عشان تخش فيه. هتملاه ازاي؟ يا اما بكانيولا زي ما قلنا بندخل بيها، يا اما بالانتروديوسر نفسه تمام، يا اما ساعات في النيونيتس بنعمل حاجه بندخل على طول بسن جهاز الوريد، بسن جهاز الوريد نفسه بنبانكتشر تحت الامبلايكس على طول ونملى تمام. طيب لو هتدخل بنيدل شارب سواء انتروديوسر او بسن جهاز وريد من فضلك ما تلعبش بيه وانت بتملى. يعني وانس دخلت في البريتونيوم وفي فري فلو والفلويد داخل وانت جوه ما تبقاش بتعملش ازاي بقى؟ دكتوره ايمان اصل شفتي مش عارف ايه ولا قاعد العب بالبتاع ده جوه عمال اعور حاجات. لا دي تمسكها تثبتها لغايه ما تملى العيان تمام. عشان كده بنقول لو دخلت بكانيولا 24 هتبقى مشكله لان هتقعد نص ساعه تملى فيه. طيب بنملى قد ايه؟ من 10 ل 40 سم لكل كيلو تمام. في الادلت 2 لتر، فلو انا بتكلم في نيونيت 3 كيلو بنتكلم في حدود 100 سنتي مثلا اللي هو 3 لتر. في ناس غاويه انها لازم العين يبقى بطنه بالونه يعني تبقى هتفرقع، ما ده مش مطلوب، هو المطلوب بس انك تبعد الفيسرا عن ايه؟ عن البريتونيه. طيب اعرف ازاي اني دخلت؟ انا كده دخلت دخلتين، دخله في دراي ابدومن عشان املى وبعدين دخله في الفلويد بعد ما فتحت. اول طريقه الريليز اوف ريزيستنس،
يعني ايه؟ معرفش. هتحسوها انت وانت داخل، عامله زي البركاشن كده، انت بتحس النوت. انت وانت داخل بالابره بتحس انك داخل في سكين، داخل في سبكتينيس لينيا قلبة. اول ما خرمت البريتونيوم بيحصل سنة ريليز اوف ريزيستنس كده، انت بتحسها. تمام؟ ما اعرفش اقولها لك ازاي، بس في حاجة تانية اعرف اقول لك ازاي. الدريب ريليز والتست فلاش والالترا ساوند. الالترا ساوند مش موضوعنا، الدريب ريليز دي سهلة، اسهل طريقة فيهم. لو انت دخلت، بس محتاجة انك تدخل بسن جهاز الوريد نفسه او بالانتروديوسر، يعني لازم حاجة ريجيد، ما ينفعش بالكانيولا ايه البلاستيك. الفكرة في ايه؟ انت دلوقتي معلق المحلول الدايليزيت، ساعات بنملى بسلاين لغاية ما نجيب ما فيش مشكلة، موصله بجهاز وريد وحاطط السن. انت دلوقتي معقم وخدت السن وقمت مدخله، اول ما تعدي السكن افتح الايه جهاز الوريد، مش هيشتغل، مش هيشتغل. انت بتحقنش اندر بريشر وانت في كأنك كان الاكسترا فازيت، مش هيشتغل. ادخل جوه ملي ملي ملي، اول ما تبنشر البريتونيوم هتمشي. ادي طريقة. يبقى انت داخل سنة سنة وباصص على الايه؟ على الدريب تشيمبر بتاعت التست فلاش دي برضو من بتوع المناظير. تجيب سرنج 10 كويس كده مليانة سلاين، تحطها في الكانيولا او في الانتروديوسر وتخش بيه. اول ما تخش تحقنها بسرعة وتسحبها. لو انت انترا بريتونيال هيحصل ايه؟ هتتحقن معاك وتيجي تسحب، مش هتجيب حاجة، لان العشرة سنتي دول راحوا فين؟ بعيد. كويس كده؟ لو انت بقى دخلت في انتستن انت عارف هتسحب ايه، ولو دخلت في بلادر انت برضو عارف هتسحب ايه، ماشي، ولو دخلت في بلاد فيسل انت عارف هتسحب ايه، ولو ما دخلتش اصلا هتيجي تحقن هتلاقيها اندر ريزيستنس، ماشي، ولو دخلت في حتة انسيستد كافيتي هتلاقيها اللي انت حقنته بيطلع معاك. انما الصح بتتحقن فريلي، بتسحب مفيش حاجة بترجع، دي التست ايه؟ فلاش. تمام؟ الفري فلو برضو انت دخلت ووصلت وفتحت هتلاقيها نازله بسرعه قوي، يعني هتكون بتروح فين؟ تمام كده؟ مكتوب في الكتب ما بنشوفهاش كتير، ممكن اول ما تفتح العين يجيله دايريا. ليه؟ عشان دخلت في الانتستين. تمام؟ ما هو يعني مش كومن. الريسبيراتوري فلكتويشن، الانترا ابدومينال بريشر، لو العين على فنتليتور او لو العين بياخد سبونتينيوس، الدايفرام بينزل اثناء الانسبيريشن فالبريشر بيعلى، فهتلاقيها موفز وذ ريسبيريشن. الليفل نفسه يعني ال مع الريسبيريشن تلاقي الفلو بيبطئ وبيسرع كده معاك. تمام؟ طيب لو انت مليت فلويد يحصل ايه؟ لو انت مليت فلويد بقت سهله بقى، الريليز اوف ريزيستنس يتحس بسهوله جدا بقى. دي بتاع مليانه ميه، اول ما تخش فيها هتحسها وهتلاقي ايه؟ فري اوت فلو، الفلويد اللي جوه ابتدى يخرج معاك. طيب القسطره وصلت فين؟ ايوه، مع مين القسطره دلوقتي؟ طيب هاتوها عشان بس عايزين نوريكم حاجه. مش بقى. طيب لما تيجي تدخل بنعمل انسيجن صغير قوي، تمام، عشان القسطره كبيره زي ما انتوا شفتوها، ما هياش كانيولا، هي حاجه عريضه شويه، فعشان نعدي فيها. لكن ما حدش بقى يفتري يفتح لي انسيجن 3 سم ويدخل بالمشط يروح فاتح البريتونيوم بالمشط، وبعدين تيجي تدخل القسطره هتخش، وبعدين اول ما تفتح المحلول يحصل ايه؟ هتليك في كل حته وتقعد تاخد غرز وانت اساسا مش عارف تاخدها ازاي، وهتبقى حوسه. هي فتحة صغيرة وعشان ايه؟ ما يحصلش ليك. تمام؟ اللي جاي محتاجين للقسطرة، فهي وصلت فين؟ مش مشكلة. انتوا شفتوا ان القسطرة في اخرها في سايد هول، صح؟ طيب السايد هولز دي لازم تبقى كلها جوه بطن العيان. القسطرة ما هيش زي الكانيولا فيها خرم واحد في التب، فيها حتة كده بتاع 7-8 سنتي كلها خروم من الجنب. ليه؟ عشان انت ما تدخل جوه في اومنتم وفي انتستين وفي حاجات، فانت مش عايزها تتسد، عايزها تشتغل. فالسايد هولز دي بتدخل وتخرج. السايد هولز دي لو برة هتعمل لك مشكلة، لو برة خالص سهلة هتفتح تلاقي البتاع بيخر برة، بس مش دي المشكلة. المشكلة انها ممكن تبقى في الابدومينال وول بس اكسترا بيريتونيال، فتعمل لك ليك، تلاقي بقليلة فلويد كده، واخد بالك، وبعدين تبقى انفكتد وتعمل لنا مشكلة. فدي لازم كلها تبقى جوه.
وده هو اللي بيحكم حجم القسطره. مش مهم قوي القسطره بيدياتريك ولا ادلت. القسطره اللي معاكوا دي ادلت بنفتح بيها نيونيتس وزنهم كيلو، مفيش اي مشكله خالص. المشكله الوحيده ان حجم السايد هولز دي مش هتكفي في بطنه، فلازم تشيل منها جزء. هوريكم دلوقتي حالا ازاي. تمام، لازم بنقص منها جزء بحيث تبقى كلها جوه. ماشي، طيب هدخل ازاي بالقسطره ازاي؟ يا اما هدخل بالبتاع كلها على بعضها، يا اما هدخل بسلدينجر تكنيك لما تجيبوا القسطره هوريكوا ازاي. كويس كده، ممكن نحتاج نثبت بغرز بس بيتر لا، يعني مش الشطاره انك تفتح فتحه كبيره وبعدين تاخدها بور سترينج. الشطاره انك تفتح فتحه يا دوبك قدها وتدخل القسطره من غير ما تحتاج تاخد غرز. الغرز انفكشن وليك ومشاكل. تمام، لان دي قسطره اكيوت بتقعد 48 ساعه غير القساطر الايه الكرونيك اللي موجوده. طيب انا هعدي الكلام ده. بصوا يا جماعه احنا عاملين لكم فيديو لتركيب الاسطر عشان ما حدش يقول لنا بقى بعد كده اللي هيقول لنا هنحول لكم العيان. انتوا حرين بقى. طيب ده عادي بنعقم العيان طبعا مركب يورينري كاثيتر عشان البري تشيك ليست اللي موجوده. يا جماعه اللي عايز الفيديو هبعته لكم، يعني ملهاش معنى ان احنا نصوره كده. تمام عادي فوت. طيب احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ ده هنملى، هنملى الاول. ده دايليزيت وده جهاز وريد وده مفروض انه سترايل. بنيجي تحت الامبلايكس كويس كده وبنخش. ده كده دخلنا بكانيولا ووصلنا وهنفتح نلاقي فري فلو. طبعا انا مسرعه هو بياخد وقت اكتر من كده بس عشان الفيديو ما يقعدش نص ساعه. كويس، هنوريكم دلوقتي ده نازل. تمام نازل فري فلو خلاص، يبقى ايه الكانيولا كده. ده مفروض في حد ماسكها وايه وبيملى. احنا دلوقتي بنحضر، فتحنا القسطره اللي معاكم. تمام، ده هنقص الخروم الزياده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. هنقص الخروم الزياده فالسايد هولز، شايفين السايد هولز؟ انتوا شفتوا القسطره نفسها عشان تبقى لا تبقى قد العيان. هي بيبقى في مشرط في الايه في الكيت نفسها، بس خد بالك قصها على مره واحده، ما تطلعش البتاع ايه مشرشره وشارب ايدج وتقعد تعور العيان بيها. تمام اهي خلاص شلناه. هتروح فين الحته اللي اتشالت؟ اوعي ترميها، لازم نحطها في التروكر، والا هوريكم دلوقتي حالا هيحصل ايه عشان هتلاقي الحديده طالعه منها تعور بقى زي ما انت عايز جوه. تمام، بس كده احنا ملينا خلاص. هنعمل انسيجن زي ما اتفقنا. الانسيجن يا دوبك وبندخل القسطره. كويس كده، خدوا بالكم بقى انتوا شايفين الزاويه اللي احنا داخلين بيها. طيب هنرجع لها وشلنا التروكر خلاص، القسطره ايه دخلت جوه. وبعدين ده اكستنشن بنوصله. طبعا هي داخله على تحت، لما تطلع مننا فوق لازم نظبط اتجاهها وبنثبتها بعد كده بالايه بالدريسنج. هنجرب الدخول نتاكد انها بتدخل كويس. وبعدين هنتاكد انها بتخرج. المشكله كتير قوي بتدخل ما بتخرجش. تمام، احنا كده بنقفل وعشان بنوصل ثري واي من ورا. تمام، عشان ثري واي ده نوصل خلي الداخل في ناحيه والخارج في ناحيه بدل ما نقعد نشيل كل مره عشان تبقى كلوز سيركت عشان نقلل الانفكشن. تمام، وكده بنفتح دي والثري واي اهي اللي نازله تحت دي اللي هي هتخرج. هنفتح بقى نتاكد انها بتخرج، لو خرجت يبقى كده دي ايه مظبوط. بنسيبها تخرج اللي جوه وبعدين نبتدي من الاول نحسب الداخل والخارج. لا لا لا، بتخرج باي جرافيتي اهي. اه بتخرج في كونتينر متدرج. تمام كده، مفتوح من فوق. ممكن تخرج في كيس جمع بول وتفضيه تقيسه بعد كده، مش ما تفرقش تخرج في ايه.
وبعدين بنثبتها منتهى الموضوع. طيب انا عايزكم تيجوا بالراحه كده، تعالوا كده بالراحه كده هنوريكم حاجه اهي، تعالوا يلا. ممكن ناس تيجي هنا؟ طب ليه تعالوا كده بقى؟ ممكن ناس تيجي. احنا لما بنفتحها بنلاقي ايه؟ دي مفروض انها استرايل او كانت استرايل قبل ما امسكها بايدي، ممكن نستخدمها نحطها على الترابيزه نحط عليها الحاجات كلام زي كده. تمام، بيبقى معانا ايه؟ بيبقى معانا دي عباره عن عامله زي البريفرال كانيولا بالظبط، هي كانيولا بس كبيره شويه. تمام، الكانيولا عباره عن حته بلاستيك وايه وتروكر، بس شايفين السايد هولز اللي هنا، شايفين الخروم دي كلها، كل دي بتدخل وتخرج. يعني انت مفترض الخروم اخرها هنا، كل ده هيبقى انترابيريتونيال. ده عندنا ممكن ينفع بس في واحد وزنه 2 كيلو مش هينفع. تمام، فالقاعده العامه ان انا لو عندي طفل، ممكن حد يقعد، ان انا لو عندي طفل باخد نصهم ولو عندي انفنت باخد ربعهم. كنت اسال المسافه يعني نص ويوم. انا ممكن اقيس، انا ممكن العين اهو متعقم كده بقيس من الامبلايكس انا داخل لغايه ايه البلفس. بس هي النظريه في ايه؟ ببساطه شديده كده برضو وبدون تعقيدات، الجزء ده بتاع عدد. لو انا بتكلم في تشايلد 5 سنين 6 سنين كده هحتاج نص، لو انا بتكلم في انفنت او نيونيت هحتاج ربعه. احنا ساعات بنلاقي خداعات، قص 6 قص 7 والله 6 وعليها الطلاق 7 ماشي. تمام، هي ممكن نقيس. تمام، اهم حاجه دول كلهم بيبقوا جوه. لو دي طالعه كده يبقى اللي انت بتدخله جزء منه هيدخل في بطن العيان وبقيته هيطلع في السبكوتينيوس تيشو، يعمل لك بقليله هنا لا تعرف تحسب، وتيجي تعمل لها ريبوزيشن بقى تبهدل الدنيا، هتبقى مشكله. تمام، طيب دي مختلفه عن الكانيولا في السايد هولز دي وفي البتاع دي. ايه البتاع دي؟ البتاعة دي تقول لك انت عايز تدخلها لحد فين عشان ما تسرحش منك، كويس كده، بدل ما تخش ايه تعمل مشكله. تمام، ودي زي يعني بتاع الكلام يعني تقف على السكن. هقول لك حاجه، احنا هنجيب الدكتوره ساره دلوقتي. فين الدكتوره ساره؟ تعالي يا ساره. تمام، الحته دي مهمه جدا، البتاعة دي مهمه جدا، دي مهمه جدا. لو دي ضاعت منك باظت القسطره كلها، هتفتح واحده ثانيه. هقول لكم حاجه، بس دي ما بتترميش. دي كانت فين؟ دي كانت هنا. دي لازم نشيلها، هنعرف دلوقتي ليه. في مشرط والمشرط ده رفيع، وما ينفعش نجيب المشرط التخين ونفتح انسيشن ونقعد زي ما قلنا. تمام، وفي الاكستنشن. تمام، طيب انا عندي هنا عيان، انا تخيل ان انا عندي هنا عيان، كويس كده، العيان راسه هنا ورجليه هناك. تمام، انا عايز ادخل كده، لما باجي بدخل، كويس كده، على الانجل اللي بخش فيها، خدوا بالكم، بصوا دي كلتوا بصيتوها، البتاعه دي معديه التبسن. تمام، ودي مفيده ساعه ما بدخل. تمام، انما وانس دخلت ما ينفعش تسرح بقى تعور بقى. تمام، فهنشوف هنعملها ازاي. احنا هنيجي في الاول، كويس كده، بنجيب زي ما انتوا شفتوا في الفيديو، بنجيب السلاين او الدايليزيت بجهاز وريد، بنعقم، بناخد يا اما بالسن. مش هينفع والله، انا بس بقى يعني، ف بن بن ايه بن بن بندخل الايه، يا اما بسن جهاز الوريد نفسه، يا اما بالانتروديوسر لو العين كبير شويه، الانتروديوسر بيدي فلو اسرع. تمام، واقدر اعدي فيه جايد واير لو انا عايز اركبها بجايد واير، مش عايز ايه ابانكشر كده، كويس كده. يا اما بجيب كانيولا 18 الخضراء، كويس كده، واروح مدخلها، وممكن اعمل تيست فلاش بالسرنج او لا لو انا واثق في البوزيشن، واروح شايل الايه التروكر وموصل جهاز الوريد فيها. المهم انا بملى. تمام كده، وانس انا مليت بروح شايل ده واقوم جايب المشرط كده واروح عامل انسيجن نير فيرتيكال. ما تعملوش كده وما تعملوش كده وما تقصش كده، هو فيرتيكال بس عشان يعدي الاسطر. تمام، كل ما كان صغير كل ما كان احسن. هنيجي ندخل بدي، ايه رايكم ندخل كده عشان ندخل بالراحه ما نعورش حاجه؟ الدخله دي هتجيب انفيريور ايبيجاستريك.
كده، ما ينفعش كده، هي كده، هي نير فيرتيكال كويس كده، ولازم تبقى ستريكتلي ميد لاين تمام. وانس انت بانكشرد البريتونيوم عايز تزقها جوه كويس كده، هتزقها جوه ازاي؟ في طريقتين، يا زي البريفرال كانيولا امسك دي وخش بدي، دونت ويدرو، ثبت دي وزق الثاني عليه ويدرو هات الثاني تمام. يا اما الحل الثاني انت دخلت كده، ارفع دي سنه كده وحط صباعك ده هنا وخش بيها كلها، يبقى التيب بقت ايه؟ مش تروماتيك تمام. طيب لما هنيجي نقص كويس كده، لما هنيجي نقص تمام، حضرتك امسكي قصادي كده، لا لا العكس، لا بصي كده بقى، لا امسكي جامد، امسكي جامد، هروح انا جاي كده واقصصها كده تمام، لكن نقعد بقى نلف ونشد ولود هتبقى البتاع، بصي دي عامله ازاي، حسي دي كده زيها زي دي، لكن تبقى مشرشره هتعور، دي هنروح بيها فين؟ هنرميها. بصوا بصوا بقى لما رميتها حصل ايه، بصوا حصل ايه، دي بقى تخش جوه تعمل ايه، تجيب رابتشر سبلين، تجيب اورطة، تعمل اي حاجة، ما ينفعش. والمشكلة ان انت مش شايف اللي جوه، انت دي راكبة كده، والمشكلة انت فاكر وانت بتركب بس مش هتفتكر وانت بتسلك. الدكتورة سارة بعد ما فتحت العيان هتشللها البتاعة دي، هاجي بالليل يقولوا لي الاسطرة مش راكبة مش شغالة، اجي اسلكها، لما اجي اسلكها اعمل ايه؟ العين بطنه اهي، خش بقى حضرتك بدي كده، خش جواها، خش انت هتسلكي، بصي انت عملت ايه وانت مش شايفه اللي جوه ده، فدي لازم تروح فين؟ لازم تيجي هنا، بتتلزق ببلاستر، وبنكتب ان في حته واحده مقصوصه ولا اتنين، ساعات في النيونيت دي كده بعد ما بتخش بتبقى الحته اللي بره دي عامله لنا مشكله، فساعات نقصها تاني عشان نسهل التثبيت. ف ايه قبل ما تخش عشان السايد هولز دي، فدي تخيلي كده، يلا خشي سلكي بقى كده، ولا اي حاجه، فهمنا؟ الجزء الكفر اللي حضرتك قلت من هجيلها، اصبر، دي ركبتها اهي كده خلاص، دي ممكن لو احنا قسنا عايزين نخش لغايه هنا نحط دي مكانها، بحيث ان انا لما ادخل ايه دي ما تخشش مني زياده من غير قصد. طب يعني انت بتتحرك دي سيطر بتتحرك، دي بتتحرك بس لا بتتحرك اهي اهي اهي، دي تبقى هي مش دي اللي بعد تبقى على السكين دي يا دكتور، يعني دي تبقى على السكين، اخر حاجه على السكين، عشان ما تروحش منك زياده لو انت خايفه، يعني هي مش مترقمه، لا هي مش مترقمه. طب ليه مش مترقمه؟ انت دخلته اهو اللي حصل، بس لو مترقم الموضوع ما عندناش مقاسات انتر ابدومينال، مفيش مقاسات يا فندم، هي دي بنفتح بيها من اول كيلو لغايه 80 كيلو بس، كل الحكايه في السايد هولز عندك تمام يا دكتور، طبعا ممكن لوكال وممكن سيديشن وممكن يعني لا 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 بيحتاج بيحتاج. طيب دلوقتي هنيجي نحط دي فين، الحته اللي انا وصلتها هنا اهي، طب دي ركبت كده، طب قبل ما دي ركبت انا هقول لكم احنا ازاي بنعور الانفيريور ايبيجاستريك. بصي لو انا داخل بدي، لو انا داخل بدي كده تمام نير فيرتيكال والعين شد كده هيحصل ايه؟ هتقوم داخل، لكن لو انا داخل كده تخيلي ايه اللي هيحصل؟ هتروح معوجة على ناحية، العوجة اللي على ناحية اللي برا البريتونيوم هي دي اللي بتخلي العيال تخور، ودي عكس ما انتوا متخيلين، انتوا متخيلين ان انا ما اخشش كده عشان ده عنف، لا اخش كده، اللي كده دي هي دي اللي بتعور، لا هي عايزة فيرتيكال وتخش بيها على طول تمام؟ طيب نير فيرتيكال 70 درجة كده، تعال تعالي هوريها لك انا، وبعدين هنقول هنعمل ايه بالحته دي، دي لو وقعت هتفتح قسطره ثانيه، هقول لك حالا حالا دي. تعالي ايمان وصلتي فين يا ايمان؟ ما انا قلت لك يا اما خلينا بس في الدخله يا شيماء، مش كده؟ يبقى دي اللي هتتوصل. تعالي تعالي يا ايمان، بص يا ايمان، دي كده دي كده، انا العين راسه هنا ورجليه هناك تمام. بص يا ايمان عايزك تزقيها كده، زقيها كده، خش خش جامد تمام، خشي بقى كده
بصي راحت منك فين؟ راحت على لاترال لما انا عملت شويه ريزيست. فهمتي قصدي؟ انا فاهم. انا بدخل فيرتيكال كده. لا مش فيرتيكال، نير كده كده يعني بميلان 60 70 درجه. تمام. طيب بعد ما عدينا يعني بميلان ناحيه البلد ناحيه رجله طبعا مش ناحيه فوق. تمام. طب وانس عدينا، انا مشكلتي في الحته دي بس. تمام. فعشان احل مشكله الحته دي اللي انا دخلت بيها، يا اما اثبت دي كده زي ما انا بركب كامل واقوم داخل بدي كده، يا اما اسحب دي سنه كده واقوم داخل بيها كلها. ادخلي بيها في نفس الاتجاه. بلاش، انا عارف ان في ناس بتعلمكم كده تقول لك بعد ما تخش اعملها كده، مش هتشتغل لان مش هتبقى ديبندنت. هي بتخش كلها كده، بس المهم التيب ده ما يبقاش هو اللي طالع منها عامل لك مشكله. تمام. طيب دخلنا هنعمل ايه؟ هيا ايمان يلا هتوصلي ازاي؟ بصوا يا جماعه، البتاعه دي بنقفلها وبعدين دي بنحط فيها الثري واي، ودي بقى بنوصلها ازاي؟ يلا الحته الزياده اللي هي الوصله، هي البتاعه دي من غير دي مش هتتحط. ايه حسب الكلمه بقى، مش معقول كلمه القسطره بحوالي 100 جنيه بس المشكله انها مش موجوده. بس هي كده تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ احنا المفروض مالينا جوه، يبقى المفروض اما افتح يحصل ايه؟ يخرج. او ما انا موصل 3 واي اتاكد انه بيدخل وبيخرج مفيش مشاكل، يبقى خلاص دي كده ايه؟ الفيكسيشن دي كده مظبوطه. الفيكسيشن دلوقتي دريسنج وبلاستر لسه ماسكاها، انا كل ده لسه ماسكاها. دريسنج كده وكده وبلاستراية مشقوقه فوق وتحت وخلاص. لو الفتحه واسعه وبتليك لازم ناخدها بير سترينج سوتش. هنخيطها ازاي يا ايمان؟ بص عادي. لا 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 اصل دي مهمه برضه، عشان في ناس بتقول لكم حاجات غلط في الموضوع. ولا صح ولا غلط ولا حاجه. طيب احنا دخلنا كده وعملنا فتحه واسعه كده بالغلط. تمام ماشي. هنخيطها ازاي؟ بصوا لي يا جماعه، اوعوا حد يفكر انه هيقفل الفتحه دي كده من الجنب، لانك لو خدت غرزه هنا سيمبلي هتزق القسطره كده وهتوسع الفتحه. كويس. انت بتيجي تعمل ايه؟ بتيجي تقوم داخل هنا وطالع هنا. تمام. ورابطها على الفاضي، رابطها عقدتين ثلاثه زي التشست تيوب، وبعدين جايب الايه النيدل داخل هنا وبعدين هنا وبعدين هنا، وتشدها قوي وتربطها على نفسها فيرست سترينج. لكن اوعى حد يقول في هنا حته زياده انا هخيطها كاني بخيط لاسيريشن. والله ما هتعرف تقفلها، لانك كل ما هتزقها هنا هتوديها الناحيه الثانيه وهتوسعها زياده. زي التثبيته اليو في سي. ايه؟ زي التثبيته اليو في سي. زي التثبيته بتاعت اي حاجه، بس مش كل الناس عارفه. كويس؟ واللي انا بقوله ده بيتقال، في ناس بتقول يا جماعه اعملوا كده، زي ما في ناس بتقول ايه؟ حاجه غريبه جدا معرفش مين اللي اخترعها، ربنا يسامحه. كويس كده؟ يقول لك ايه؟ ادخل بالبتاع دي واقعد لفها كده، ايه ده ليه ليه ان شاء الله يعني؟ احنا بنلف لما بيكون داخلين بحاجه بلانت، يعني لما تكون حضرتك داخل بدايليتور ومش عايز يخش بتلففه، انما دي حديده هتدخلها في السب كتير استيشن وتقعد تلفها كده؟ ده بتاع ايه ده ان شاء الله؟ اعمل شويه لاسيريشن كده. مفيش مشكله والعيال يخر. تمام؟ ايه؟ دي تستعملها كتشست تيوب؟ التشست تيوب اسهل من كده بكتير. دي مش هتشتغل تشست تيوب. لا ما احنا هنوصل الحته دي 8 فريش، مش هدرين نيوموثوركس لو العين على فنتليتور. ايه؟ لا في حل تالت. تدخلي التيوب جوه وتجيبيها من البلورا. انتوا عارفين حكايه العيال اللي كان بيجيب لبن من تشست تيوب؟ عارفينه. لا لبن. مصرين تعرفوا اقول لكم. ده عيان كان وزنه كيلو 200 جرام. تمام؟ ريساسيتيتد والامور مشيت حلو. وطلع اتحط على لو سيتنجز كده على فنتليتور وبعدين
ايه لا عادي خالص والامور بتتحسن. وبعدين فجاه ثالث يوم عندي ساتوريتد مفيش اير انتري نيوموثوركس ركب تشست تيوب رجع زي ما كان ايميديتلي وعلى غير العاده. احنا عاده العيال اللي بيفرقع ايه يا ما بيرجعش ايميديتلي قوي كده انما رجع ايميديتلي زي ما كان مفيش اي مشكله خالص. يوم والعيال ركب له راين وهنبتدي فيدنج العيال جايب لبن من تشست تيوب. اللي حصل ايه فوق فوق هو الواد كله كيلو 200 وفي واحد يبدو افترى عليه شويه بالبليد بتاع المنظار عمل له كومبريشن اجينست الفيرتيبرال كولون تمام فحصل له بريشر نيكروزس قعد يومين وثالث يوم فتح ولانه ما عندوش لانج تير هو في شويه هوا دخلوا في البلورا اول ما شلناهم العيال رجع زي ما كان. اللي حصل انه لما جت بقى جت البنت تركب له الرايل قامت الرايل واخده الحته النكروتك دي ونازله في البلورا فالرايل ركبت في البلورا ما في الفورس تراك هو عمول عنده خرج كويس يعني هو اللي حصل انها اتشالت وتركبت اندر سكرين والبتاع حصل لها هيلينج لوحدها وما ما حصلش مشكله. بس يعني بمناسبه ان احنا ايه نستعمل دي كتشست تيوب في حد عمل بيها نفروستومي يعني دخل فيها في الكدني كويس كده. القضيه ايه بصوا يا جماعه هي دايما اتجاهها كده ما حدش يسلك على فوق. احنا في حد مره كان بيسلك قسطره مش بيركب قسطره جاب للعيان في نفس التسليكه ما اعرفش ازاي inferior epigastric artery injury اللي هي بره وراپتشر سبلين في نفس التسليكه يعني هو طلع كده بقى يا جماعه بس كيف كومن سنس بس بسيطه. تاني حاجه لازم البلادر تبقى امتي حتى لو انت بتسلك يعني ما ينفعش تبقى القسطره اتشالت وانت هتسلك والبلادر فيها يورين لان اول ما تطلع وتخش تاني هيحصل ايه هتلاقي انت جايبه يورين. طيب ممكن نقعد ونكمل ها واحنا بنزق عشان تدخل بتبقى ممسوكه بايد واحده ولا بالاثنين كده الفرس نفسها لا 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 مش عايزه عافيه قوي تمام. بس هي عايزه زاويه صح تمام. كويس مش عايزه عافيه قوي هي عايزه زاويه صح. انا هشغل لكم الفيديو تاني بعد ما فهمت ها هشغل لكم الفيديو تاني طيب اهو بصوا تاني بعد ما عرفتوا القصه فيها ايه. احنا هنا بنملى دي كانيولا عادي كانيولا 18 دخلنا وشلنا التروكر وحطينا الايه هي المسافه يجيلها سنتي كده من 2 سنتي لا تحت الامبلاكس على طول على طول اه في ناس بتقول 5 سنتي ده في القضب في بريتر ب 5 سنتي هتلاقي نفسك داخله سوبرا بيو. ايه؟ صلاين او دياليزين محلول الغسيل نفسه ممكن نعمل تمام كده. احنا بنحضر القسطره زي ما عملنا هنا ما تعرفش يعني الكانيله فيها فليكسيبيليتي شويه لانها مش هتخش كتير يعني لو دخلنا فيرتيكال مش هتعمل مشكله ولو دخلنا على فوق سنه مش هتعمل مشكله بس المفروض انها هي ايه لكن دي لو دخلت بيها فوق ممكن تجيب الليفر سهله قوي فاهم كده وهي دي بنمسك فيها كده ونخش كده مش محتاجين اهتمام عليها يعني هي مش عايزه عافيه قوي كده بس عايزه زاويه مظبوطه وتروح داخل داخلها ايه وادي البلاستيكه اللي احنا قلنا عليه هنا عملنا ايه شلنا خلاص عشان ملينا تمام هي بتاخد مثلا 7-8 دقايق بس انا ايه اختصرتهم في التسجيل بس ده انسجن بصوا الانسجن فيرتيكال ودي بتخش فيه دخلنا فيها اهي خلاص اهي هي كده بس خلاص كده دخلت ما فيهاش اكتر من كده ده الاكستنشن اللي عملته ايمان احنا كده بندخل وبعدين هنجيب الثري واي نحطه فيها وهي خارجه وايه بيبقى فيه لاين داخل ولاين خارج يعني زي الاكستشينج كده تمام ممكن نقص مفيش مشكله مكانه هنا في اخر دي هنا دي من ناحيه في القسطره ومن الناحيه الثانيه دي بيركب فيها الثري واي
ثري واي بيبقى في ناحيه جهاز وريد واصل باللي داخل وفي ناحيه جهاز وريد بايه بكيس جمع بول اهو اهي هنا مكان ما بيحطها هنا هو الثري واي اهي اهو الثري واي شايفينه الثري واي اهو ودي الخارج هنجيب الداخل بقى نوصلها في الناحيه الثانيه بس اهم حاجه نتاكد انها بتخرج بس دي فنتد من فوق ممكن نعملها في كيس جمع بول بس خد بالك التدريج بتاع كيس ده جمع البول طبعا مش اكيوريت فلازم تفضيه في حاجه بتدرجه بعد كده علشان تقيس الداخل والخارج عشان ده بيتعمل له فلويد بالانس تمام ده المحلول بتتثبت زي ما اتفقنا احتجت غرز ماشي لكن ماهيش ايه طيب فاضل ايه هندخل قد ايه وهنحسب البالانس ازاي وهنحط عليه ايه بصوا يا جماعه ده كله متجمع في دي ممكن نطبعها طيب هو احنا بنفضل هي طبعا مش واضحة قوي بس هي عامة ممكن نبقى نصور كويس ده ملخص الموضوع كله تمام احنا بنقول ايه الكاثيتر انسيرشن دي اسمها ريجيد تروكر كاثيتر يجوز بقى انك تركب ايه بسنترال لاين كبير شوي يعني بقسطرة 7 فرنش او 8 فرنش كويس احنا قلنا ممكن تخش تملى بايه بالانتروديوسر بعد ما تملى ممكن تدخل فيها الجايد واير كانك بتركب سنترال لاين وتشيل الانتروديوسر وتركب نفس السي في بي انترابيريتونيال هتشتغل تمام فمفيش منها مشكله دي اسمها ريجيد كاثيتر في طبعا الكرونيك كاثيتر اللي اسمها التينكوف دي هتركب سيرجيكال او ممكن تركب بيت سايد يعني هي فيها كف وتانل وشغلانه كده عشان تقعد مده دي بتقعد 48 ساعه يعني غسله واحده طيب ف البريسكريبشن احنا يا جماعه ببساطه شديده بندخل كل مره قد ايه قلنا من 30 ل 50 سم لكل كيلو من 30 ل 50 طيب 30 ولا 40 ولا 50 هو اللي هيحكمك الاكياس انا الازازه بتاعتي لتر لو العين بتاعي 10 كيلو يبقى ايه يبقى يا اما هستخدم الازازه على 3 مرات هتبقى المره 330 يا اما على مرتين هتبقى المره 500 تمام ما ينفعش اخليها على مرتين ونص هي بتبقى كده في النيونيتس بنحسبها بالظبط بنجيب سوليوسيت وبنملام الازازه فلو انا عندي نيونيت 2 كيلو يبقى انا عايز الران 80 اقدر افضي 80 في السوليوسيت وادخلهم يعني بنحط السوليوسيت ما بين الازازه بتاعه الدياليزيت وما بين العيان تمام قبلها وبعدين ادخلها للعيان لكن في الكبار دايما بنقول ايه ربع كيس تلت الكيس نص الكيس كده وبنجيب ماركر ونقسمه يعني احنا في الادلت الفوليوم 2 لتر فاحنا الكيس عندنا لتر فانا لو انا عندي واحد عيان اكتر من مثلا 25 كيلو هستخدم الكيس كله مفيش مشكله لو هو 15 كيلو مثلا يبقى هستخدم نصه يبقى 500 اللي هو تبقى حاجه و30 سي سي بير كي جي فاحنا بنقرب يعني ما بين 30 و50 ففي الاخر انت بتقول العيان 10 كيلو يبقى على 40 400 فال 400 دي يا اما هتقربها لتحت يبقى هتقسم الكيس على 3 يا اما هتقسم الكيس على 2 هو عامه لما بتزود الكميه بتزود الافشنسي لكن المشكله في الاوفر ديستنشن فهتشوف العيان هيتوليريت ولا لا حلو سي اني هعمل الكيس على 3 يبقى انا بجيب ماركر وبروح مقسم الكيس 3 تلات تمام كده وبعدين بروح فاتح مدخل تلته وقافل واسيب التلت ده جوه شويه الشويه دول اسمهم دويل تايم تمام على بال ما اكسشينج وبعدين افتح اخرج يبقى دي اسمها رن واحده وبعدين اقفل الخروج وادخل التلت التاني واسيبه جوه شويه وبعدين اخرجه وبعدين التلت التالت خلصت التلاته انا دخلت كام 1000 اشوف اللي خرج كام اقيسه ممكن المفروض ده فيه جلوكوز بيسحب فانا ممكن ادخل 1000 اجيب 1100 اجيب 1200 كويس كده العيان في بالمونري اديما فانا مش عاجبني ال1100 فعشان اسحب اسرع اعمل ايه ازود تركيز الجلوكوز
في ازايز فيها جلوكوز تركيز اعلى، مش عندك ممكن تحط جلوكوز 25% على الازاز عشان ترفع تركيز الجلوكوز فيه، تمام؟ وتعمل بالانس للعيان، انت الثلاث مرات دول دخلت 1000 وجبت 1100 يبقى البالانس ناقص 100، تمام؟ اللي بعديها ناقص 200 يبقى المجموع ناقص 300 وهكذا، تمام؟ عشان دي بتدخل في الفلويد بالانس بتاع العيان عشان ما تسحبش منه زياده، عشان لو العيان هياخد بلاد برودكتس هياخد فلويدز هياخد اي حاجه تقدر تحسب الفلويد بالانس بتاعه ازاي. النقطه اللي بعدها ممكن يعمل هايبر جلايسيميا، بس انت بتعملي حاجه تانية انك بتقللي الدويل تايم. ايه الدويل تايم؟ المده اللي بيقعدها جوه، كويس؟ لو قلنا ما بين ربع ساعه ونص ساعه هتمشي، تمام؟ لكن انا كل ما بقلل المده كل ما بمنع الجلوكوز ابزوربشن فبسحب اسرع من العيان. يعني لو انا سبته جوه خمس دقائق وفضيته هتلاقيني ايه في ساعه عملت مثلا 7-8 رنز سحبت من العيان بسرعه جدا، لان الجلوكوز نفسه بيحصل له ابزوربشن بعد شويه. فالابزوربشن غير الهايبر جلايسيميا هيقلل السحب، هيقلل الاوزموتيك جريدينت اللي بيسحب ميه من العيان. فانا كل ما اقلل المده كل ما بسحب اسرع، كل ما بزود تركيز الجلوكوز كل ما بسحب اسرع. لكن ازود تركيز الجلوكوز واسيبه اربع ساعات طبعا هجيب للعيان هايبر جلايسيميا، ما ينفعش خالص، تمام؟ طيب طبعا لو العيان عنده هايبر ناتريميا يبقى لازم اطول المده عشان انا مش عايزه يسحب بسرعه، جميل؟ طيب في اضافات بتتحط على الاكياس. ايه الاضافات اللي بتتحط على الاكياس؟ عندنا اربع حاجات، اول حاجه الجلوكوز، تاني حاجه البوتاسيوم، تالت حاجه الهيبرين، رابع حاجه الانتي بايوتيك او الجنتامايز. ايه الحوار ده؟ الحوار ده بسيط جدا. اولا انا طبعا لما بدخل بركب القسطره حتى لو انا ما عورتش فيسل، العيان طبعا غالبا مش حلو ويوريميك وعنده بليتلت ديسفانكشن و فممكن يطلع لخارج سنه بلاد تنجد، عامل زي واحد عنده هيماتوريا كده، تمام؟ ده طبيعي ما فيهوش مشكله، بس المشكله انه هيسد القسطره. فاحنا بنحط هيبرين لوكال، بنحط هيبرين على الاكياس، تمام؟ الهيبرين نوت ابزورب، يعني ما حدش يتخيل ان الهيبرين اللي على الاكياس ده في البريتوريوم كافيتي هيخلي العيان يخر من حته تانية، مش هيخلي، تمام؟ فبنحط هيبرين على الاكياس. تاني حاجه عاده بنحط جنتامايسن. الجنتامايسن ما بنعرفش نديه اي في في عيان رينال. الجنتامايسن من الحاجات اللي ما بيتعملش ريزيستنس بسهوله، كان طلعوا موضه يحطوا فانكومايسن ويحطوا فورتم وكل الكلام ده بطل، لان كل الكلام ده بيعمل ريزيستنس مرعب، تمام؟ فهو جنتامايسن ونوت ابزوربد وبيشتغل لوكال، تمام؟ بنحط امبول جنتامايسن 80/10، تمام كده؟ وبنحط العيان سنتي على كل كيس. الهيبرين برضو بنحط امبول في 10 وبنحط من نص سنتي لسنتي على كل كيس، تمام؟ طيب نيجي للجلوكوز. الجلوكوز احنا عندنا كياس اسمها 1.7 اللي هي 1.7% جلوكوز، دي الستاندرد. لو لقينا العيان ما بيسحبش كويس وعايزين نسحبه بسرعه ممكن نستخدم التركيز الاعلى ال 4.25. طب ما عندناش 4.25 بنعمل ايه؟ بنحط 100 سنتي جلوكوز 25 على كل لتر نقلبه 4.25. واضحه كده؟ الكلام ده كله انا كاتبه لكم، يعني مش هنحفظ الارقام بس انا بقول لكم المبدا. نيجي للبوتاسيوم. اكياس محاليل البريتوني ليس فيها بوتاسيوم، تمام؟ يبقى هتعمل ايه في البوتاسيوم بتاع العيان؟ هتقلله، صح كده؟ طيب لو انا عايز ما اقللوش اعمل ايه؟ احط عليها بوتاسيوم. احط قد ايه؟ زي الدم. هو الدم فيه قد ايه بوتاسيوم؟ 4 ملي ايكويفالنت بير لتر، تمام؟ يبقى الازازه اللتر عايز احط عليها 4 ملي ايكويفالنت اللي هم 2 سنتي من امبولات البوتاسيوم، تمام؟ يبقى انا العين بوتاسيومه عالي مش هحط بوتاسيوم، العين بوتاسيومه نورمال هحط بوتاسيوم، العين بوتاسيومه كان عالي وتصلح ابتدي احط بوتاسيوم. سهله؟ يبقى هيبرين روتين في الاكيوت، جنتامايسن روتين في الاكيوت، تمام؟ جلوكوز لو عايز اسحب اسرع، بوتاسيوم لما يبقى البوتاسيوم نورمال او من الاول لو هو مش عالي، ماشي كده؟ طيب افرض ان العيان اتسحب منه زياده عن اللي انا عايزه، ممكن اديله اي في فلويدز، مفيش مشكله خالص في هذا الكلام. طيب بعد من 10 ل 12 رن، عارفين يعني ايه رن؟ يعني دخلت وخرجت، تمام؟ ده الستاندرد. لو عايزه تسحبي بسرعه ممكن تقللي. اسمه دويل تايم، من ربع لنص ساعه، تمام؟ طيب هنخرج في الاخر كام وبنحسب الفلويد بالانس.
بعد من 10 ل 12 رن بنرجع نعمل كيمستري تاني، لان ممكن يكون البوتاسيوم 6 بعد من 10 ل 12 رن بقى 3.5 وهكذا. فيوقف تو مونيتور وتصلح وتغير اللي انت بتعمله. المفروض ان القسطره دي بتقعد 48 ساعه. احنا قلنا طب ما نسيبها يوم ثالث، فبقى اليوم الثالث هو الستاندرد ونسيبها يوم رابع 100% بريتونايتس. القسطره دي بتقعد 48 ساعه. طب العين محتاج يغسل اكتر، عندك كذا احتمال. عندك احتمال ان العين بقى ينفع يتنقل ويغسل هيمو، عندك احتمال انك تغير القسطرة في نفس الدخلة تشيلها وتحط واحدة تانية، عندك احتمال انك ايه تركب لونج تيرم بريتونيال كاثيتر. كويس كده، في قساطر بريتوني بتقعد سنين بس مش دي، نوع تاني. تمام، يبقى ده اللي ايه من ربع ساعة لنص ساعة. لا ما هو ده اكيوت، يبقى حسب الانديكيشن. تمام، يعني احنا خلصنا 48 ساعة، صلحنا الاسيدوزيس وصلحنا البوتاسيوم وصلحنا اليوريميا ودينا الدم اللي عايزينه وسحبنا الفلويد الزيادة وقفلنا العين متظبط. كويس كده، لو العين طبعا did not recover غالبا ممكن يحتاج تاني، لكن لو هو العين بقى كرونيك هيحتاج تاني وتالت ورابع. مش هنقعد كل 5-6 ايام يغسل يومين ونريحه 3 ايام، لازم نشوف حل لونج تيرم. مفيش زمن خروج يا فندم، دي خزعبلات بنفتح على الاخر لغايه ما يبطل يجيب. انا عارف ان في كتب كاتبه انفلو تايم ودويل تايم واوت فلو تايم، مش دعوه بالكلام ده خالص. احنا بنفتح على الاخر لغايه ما ندخل الكميه اللي حاسبينها ربع او تلت او نص الازازه، وبعدين نسيبه جوه الدويل تايم، وبعدين نفتح على الاخر نخليه يفضي. كويس، الا في حاله واحده، لو العين عنده ما جابش، دي قصه ثانيه. لو العين عنده فيري تنس اسايتس، كويس كده، عيان فيه 3 لتر فلويد في بطنه ما قدرش افضيها مره واحده، طبعا هيجي له سبلانكليك شوك. ففي الحاله دي بنعمل ايه؟ بنفضي من 20 ل 40 سي سي بير كي جي. كويس كده، وبعدين ندخل ونخرج بحيث ان احنا نخرجها على كذا رن. فاهمين؟ يعني لو العين ده مثلا وزنه 15 كيلو، فانا عايز اخرج ماكسيمم 500 في المره. تمام، فانا بخرج 500، خرجوا ال 500 اروح مدخل 500 ومخرج 1000، يبقى خرجت كمان 500 كده عشان ما يجيلوش سبلانكليك شوك. ده العين لو عنده تنس اسايتس. لكن العادي العادي بفتح على الاخر لغايه ما يبطل خروج. بعد ما بخلص الكيس كله على مرتين او ثلاثه او اربعه بتاكد ان العين بطنه ما فيهاش حاجه، ما بيخرجش وما بيدخلش جاي حالا. دي يا فندم انا ما بيخرجش. كويس، ما بيخرجش ليه؟ في حاجات بديهيه، يعني الثري واي مقفول وانت مش واخد بالك. انت قفلت الثري واي بعد ما بدخل ماشي، وبعدين جيت فتحت جهاز الوريد اللي بيخرج ما بيجيبش حاجه لان الثري واي مقفول. بلاش اللاين تحت العيان، فيري كومن. جهاز الوريد اللي بيخرج العين نايم عليه فسده، فيري كومن. تمام، تلاقي ان ايه ما بيخرجش، في هواء في اللاين، الهواء يخليه ما يخرجش كويس، لان ده باي جرافيتي بفرق بريشر. الحل ايه؟ تفتح الداخل والخارج مع بعض تملى اللاين دياليزيت هتلاقيه اشتغل. تمام، طيب مفيش ران جوه فما بيخرجش، ده وارد. اندر فيلينج، في بعض العيانين بيبقى الكميه اللي انت حاسبها قليله شويه عليه. كويس، فازاي تخليها تخرج؟ هي القسطره مش واصله اساسا للأبر بوردر بتاع الفلويد، يعني هو العين مالي لغاية هنا وهي القسطرة هنا، يدخله القسطرة شوية زيادة، يدخله ران تانية هيخرج، بس ران تانية مش تانية وتالتة ورابعة وسبعة وتلاقي العين بالونة. كويس كده، وبعدين ايه يبقى فيه مشكلة. فيدخل شوية زيادة، يدخل القسطرة ديبر. ساعات بنحلها بان احنا نغير وضع العيان، يعني في اديجنز بقى العيانين اللي بقى لهم مدة ممكن لو نيمته على جنبه تخرج احسن، ممكن لو القسطرة بدل ما هي داخله كده تجيبها على ناحية شوية بس انترا بيريتونيال، ما ينفعش تجيبها على ناحية من برة عشان ما تعملش فاسكولار انجري وهي جوه البيريتونيال. تمام، طيب ممكن تبقى بتخرج بس مش في الكونتينر. قبل ما تقول مش بتخرج، دخل 1000 وخرج 600، اتاكد ان ال 400 مش على الارض ومش على السرير وما حصل لهمش اكسترا فازيشن في الايه في الانتيريور ابدومينال وول. كويس، انتوا عارفين الكونتينر بتاع اللي بنجمع فيه ده الموست كومن ان حد بيتكعبل فيه يدلقه، لانه بيبقى محطوط تحت العيان
بهذا الشكل. فده ممكن، تمام؟ ممكن partial obstruction ببلاد كلوتس او بفايبرين او بأومنتم او القسطره نفسها متنيه. ساعات بقى مع انتوا عارفين تثبيتات التمريض بقى والحاجات اللي بتحصل دي، كويس، تبص تلاقي البتاع عامله ازاي، تبص تلاقي البتاع داخله كده وبعدين معموله كده. طب دي هتخرج ازاي؟ مش هتخرج. طب تحلها ازاي؟ تدخل التروكر بالراحه ماشي وتقعد تحايلها، تطلعوا سنه وتدخلوا سنه وتلفوا سنه وحاجات كده، بس اوعى تخرمها. حصلت في ناس بتدخلها بالتروكر كده وبعدين جت على الحته المتنيه وقامت دايسه قوي، قام طالع البتاع من هنا، فتيجي تطلعه ما بيطلعش، ما هو خلاص بقى ما اتقطع جوه. فبالراحه وتحاول تعمل له ريبوزيشننج، ودايما خليك مع فكره انك تخرج مش فكره انك تدخل. يعني هو ده كده في ريزيستنس، حاول تطلع دي عن انك تزق التاني، ولو بقى ستريت وتعادل ممكن ترجع تاني تدخلها زي ما اتفقنا في الاول. الاومنتم بيعمل المشكله دي، ان انت ايه بتدخل وما بتخرجش، لان الاومنتم بيلزق عليها، وانت بتدخل الفلويد بيزق الاومنتم ويخش، بس بيجي يخرج ما بيقفل، بول فالف ايفكت. والاومنتم لو هو سددها قوي، عشان كده هم عاملين لها سايد هولز، لازم تعمل لها ريبوزيشننج، لازم تشيلها من الحته اللي فيها اومنتم توديها الناحيه الثانيه، تمام؟ طيب ما بتدخلش تقريبا نفس الاسباب، كلوز ثري واي كينج لاين ان ادكويت جرافيتي درايف، يعني الازازه واطيه تمام فمحتاجه ترفعها شويه عشان بالايفكت اوف جرافيتي تملى. بور فينتنج اوف نون كولابسبل باجز، كان زمان في اكياس بريتوني ما بتعرفش بتكولابس، فكان لازم نخرمها وحاجات كده. طبعا ده اجينست انفكشن كنترول، وكل الازايز الجديده ما بتحتاجش هذا الكلام. طب الكاثيتر تيب بوزيشن ممكن يبقى ما بتملاش لانها مزنوقه في حاجه، في ناس بتدخلها بزم قوي من غير التروكر فمش هتعور، بس تلاقي البلاستيكه مزنوقه اصلا في الايه في 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 البلفيك فلور ولا في اي حته، فايه فمش شغاله، ساعات تطلعها بره شويه نلاقيها بتدخل. بلاد كلوتس وفايبرين او كينك ده ممكن تحاول تسلكها بالتروكر بالراحه كده، بس خد بالك ما تخليش التروكر تيب يخرج بره القسطره في اي وقت علشان ما تعورش العيان وتعمل مشكله. طبعا دخلنا في البلادر، دخلنا في الانتستين. لو انت دخلت في الانتستين بالكانيولا او الانتروديوسر شيلها وغالبا مش هيحصل حاجه، لكن لو دخلت بدي كلها في الانتستين طبعا هتعمل مشكله، عشان كده بنقول نملة الاول. لو دخلت بابره بس في الانتستين وجابت انتستايلال كونتنت شيلها ودي العين فلاجيل وادخل في حته تانية وغالبا مش هيحصل حاجه، لكن ما تخشش بدي كلها. لو دخلت في البلادر لازم تسيب القسطره 10 ايام لغايه ما البلادر يحصل لها هيلينج، كويس كده تمام. وغالبا برضو بتمشي كونزرفاتيف. طبعا المشكله في البليدنج، ده ساعات بتحتاج تدخل عيان ارجنت سيرجري على هذا الكلام. دايليزيت ليك، لو الليك بسيط ممكن تحاول تاخده غرزه وتقفله، لو الليك جامد ساعات بنضطر نشيلها ونقفل الفتحه دي خالص وندخل في حته تانية علشان ما تعمل لناش مشاكل. طبعا لو جايب كلاودي او تربد يبقى تشك في بريتونايتس، واي قسطره بتقعد اكتر من 48 ساعه او في عيان سيبتيك او جايبه كلاودي بنسحب منها سيل كاونت وكالتشر، كويس كده. لو طلع بقى اورجانيزم سنسيتيف لحاجه غير الجنتامايسين ممكن تدي انترابريتونيال مع الاي في، في الحاله دي انت بتعالج ما بتديش ايه امبيريكال. انا كده خلصت موضوع البريتونيال دياليسيس، ولو ليكوا اسئله انا معاكم. مفيش دايليزيت ومفيش قسطره، مفيش قسطره قلنا هنجيب سنترال لاين وندخله ايه سيلدينجر. مفيش دايليزيت، احنا يا جماعه عندنا تركيبه بنستخدمها في السي ار ار تي، السي ار ار تي ده ممكن نبقى نتكلم فيه بعدين. التركيبه اهي، بس دول مفهومش جلوكوز، بنحتاج نضيف عليهم جلوكوز، كويس. فدي اول واحده، دي اللي هي 1000 سنتي هاف نورمال سلاين و100 سنتي هايبرتونيك سلاين و35 بايكار، تمام. طبعا ممكن تقسم على 2 لو انت عايز 500 اقسم كله على 2، تمام. دي ما بنرميش حاجه، يعني الالف بنزود عليها هي الازازه بتكفي. دي واحده ودي اسهل واحده، دي مشكلتها ان ما فيهاش جلوكوز، هنحتاج نزود جلوكوز 1.7 او 4 وربع زي ما احنا عارفين. طيب في ناس مستتقله انها تحط 3 حاجات، لا عايزين لهم 2 بس، 2 بس. ان انا بجيب واحده نورمال سلاين وبشيل منها 30 سنتي وبحط عليها 5 سنتي كالسيوم، سلاين وكالسيوم،
وبجيب واحده نورمال هاف نورمال سلاين واحط عليها 30 سنتي باي كارب قد اللي انا شلتهم، يبقى دول 1000 وخلاص. واستعمل الازازه دي لوحدها ودي لوحدها، يعني دي مره ودي مره. ينفع ينفع في العيال الكبار شويه، لكن لو انا عندي نيونيت هضطر ان انا اخد رن من الازازه دي ورن من الازازه دي بالتبادل. معايا يا ساره؟ طيب دول كلهم ما فهمش جلوكوز. لو انا عايز احط جلوكوز احسبه، احسبه ازاي؟ عادي، انا عايز 1.7 يعني 17 جرام في اللتر، اللي هم 70 سنتي جلوكوز 25 في اللتر. تمام؟ يبقى على 1.7 او 1.7 70 سنتي جلوكوز 25 في اللتر. لو انا عايز اخلي اي 1.7 عايز اخليه 4.25 ازود 100 سنتي في اللتر. اي 1.7 انا عامله او هو جاهز عايز اخليه 4.25 ازود 100 سنتي جلوكوز 25 على كل لتر، هيبقى 4.25 بس. تمام؟ انا ما ممكن الكلام ده اديهولك يعني ايديالي. بس دي A و B دي كأنك بالضبط بتزود بوتاسيوم وهيبرين، يعني قصدي انت عشان تزود 5 سنتي و30 سنتي you can do it at the bedside، بس تتعقم كويس وتستعملها في ساعتها within 24 hours وتفتكر ان دي لازم بالتبادل، يعني محدش ينسى ويعمل 10 مرات ورا بعض من اول واحدة او من تاني واحدة. لو عيان كبير مش هتتلخبطي دي مرة ودي مرة لو هي 500، لكن لو هو نيونيت بياخد 100 في المرة بنحتاج ناخد ران من دي وران من دي، يجوز نعملها بالثري واي زي الاكسشينج بالتبادل، لكن هو بيجي وينقص وانتوا عارفين القصة دي. دول الاولانية تركيبة واحدة، فهي اصعب على اللي بيركب اسهل على اللي بينفذ. تمام؟ اصعب على اللي بيركب لان فيها ثلاث حاجات غير لسه لو هتضيفي جلوكوز. تمام؟ لكن التانية بالنسبة للتركيب ازازة ملح وخمسة كالسيوم وازازة ملح وثلاثين بايكار سهلة جدا، بس اصعب على اللي بينفذ انك لازم تستخدم دي مرة ودي مرة، ما هو كله هنضيف عليه البوتاسيوم والهيبر. تمام؟ بس خدي بالك ال 500 هتضيفي سنتي مش اتنين بس. تمام؟ طيب الكرياتين 1.5 حلو ولا وحش؟ اخر كلمة هقولها، بيعلى ولا بيوطى؟ محدش ياخد رقم كرياتين بيعلى او بيوطى ويحطه في الشوارتز فورميلا ويحسب منه جي اف ار ويعمل ادجستمنت الادوية عليه، لان انا لو جبت دلوقتي اكسبيريمنتال انيمال وعملت له بايلاترال نفريكتومي بقى الجي اف ار بتاعه زيرو، بس الكرياتينين دلوقتي لسه نورمال بس هيعلى بكره. فاهمين؟ الشوارتز فورميلا اللي بنحسب بيها الجي اف ار من السيرم كرياتينين شرطها انه يبقى ستيدي ستيت كرياتينين، يعني الكرياتينين لا بيعلى ولا بيوطى في العيانين الكرونيك. كون ياخد ده واطبقه على العيانين الاكيوت واقول العيان ده الجي اف ار بتاعه 20 فانا بدل ما اديله فانكومايسن على 60 هديله على 30 وبعدين الاقي ان السبسس ما بيتحسنش، كلها ايه؟ لخبطه في بعضها. يا جماعه الرايفل كلاسيفيكيشن اللي مبنيه على الجي اف ار يعني حاليا استبدلت اكتر بحاجات تانية زي الكيديجو وزي الاي كي اي ان اللي بتتكلم على السيرم كرياتينين كرقم بيرسنت اوف بيز لاين. في النهايه احنا هنوصل الترند. بصوا يا جماعه اي عيان كرياتينينه بيعلى اكتر من 1 او 1.5 في 24 ساعه الجي اف ار بتاعه ديفينتلي اقل من 10 بغض النظر هو وصل لكام دلوقتي. يعني العيان اللي امبارح كان 1 والنهارده بقى 3 ده الجي اف ار بتاعه ليس ذان 10، ما تحسبش على الثلاثه تلاقيها 30، هو ديفينتلي ليس ذان 10 كويس كده. واي عيان الكرياتين بتاعه بينزل ستيدلي زي بتاع البوست اوبستراكتيف دايوريسيس يبقى العيان ده خلاص بقى نورمال، شيلوا الادجستمنت. هو لسه 2 بكره هيبقى 1 وبعده هيبقى 0.5. الترند هو المهم، بيعلى ولا بيوطى؟ لو بيعلى اكتر من 1 لـ1.5 في 24 ساعة او لو العيان انوريك يبقى الجي اف ار ده less than 10 definitely بغض النظر هو وصل كام دلوقتي. هو النهاردة 2 بكرة هيبقى 4 وبعده هيبقى 6 ما تقلقيش. هتعملي adjustment بقى على الرقم بتاعه، بس لازم تعيديه كل يوم بتعاد ديلي. تمام؟ ما هو لو بيعلى يبقى الجي اف ار قليل. فاهم قصدي؟ يعني لو هو النهارده 2
لا واحد ونص بيتعاد واحد وسبعة من حقك تعملي ادجستمنت على الواحد وسبعة لان هو تقريبا في ستيدي ستيت. لكن واحد ونص بقى اتنين ونص ما تحسبيش على اتنين ونص وتقولي لي اربعين، لا ده لسه انتن ده قصدي. ماشي لو لسه في اسئله ولا حاجه فرصه ان الدكتور حافظ معانا احنا. اتفضلي. السؤال هو كان البلش هايبرتريميا لو ما فيش دكتور حافظ لو حد هيتلخبط ما يركزش معاه. الهايبرناتريميا لو في او ما فيش دي هايدريشن علاجها انك تدي 40 سنتي ميه فوق المينتنس، مش ده اللي احنا قلناه؟ طيب العيان ما عندوش دي هايدريشن هتديله 40 سنتي لكل كيلو في اليوم فري ووتر اللي هو بالنسبه لنا جلوكوز حاجه ما فيهاش صوديوم، والباقي اديه زي ما كنت ناوي تديه. يعني ايه؟ يعني العيان هيمشي على نورمال مينتنس على 100 تمام، فهتديله 60 نورمال مينتنس و40 جلوكوز من غير صوديوم. واضحه القصه كده؟ ويجوز ان احنا نحسبهم برضو نتعب في الحسبه ونعملهم تركيبه واحده في الاخر. يعني مثلا ال 60 دول هيبقوا مثلا 4 لواحد يبقى 12 سلاين وممكن نحسبها كده. طب سي ان العيان ما بيجيبش يورين وهايبرناتريميك، يعني انا مش عايز اديله حاجه، يبقى هديله 40 سي سي بير كي جي جلوكوز فقط، مش هديله صوديوم خالص. طب مش عارف اديها عشان العيان في بالمونري قديمة يبقى لازم يغسل. ده باختصار. يبقى هو 40 سي سي بير كي جي جلوكوز بير داي، 40 سي سي بير كي جي بير داي جلوكوز احسبها من ضمن محاليله كويس كده لو العيان مش دي هايدريتد، واضيفها على المينتنس لو العيان دي هايدريتد. اي هوب ان ما يكونش حد اتلخبط. عشرة كيلو هتديله نص جرام بير كي جي يعني خمسة جرام بالجرامات، نص جرام بير كي جي. طب ما انا هقول لك اهو، هي نص جرام و.1 يونت انسولين تمام كده، فهو عشرة كيلو انت هتديله نص جرام بير كي جي اللي هم خمسة جرام جلوكوز، عشرة في المية يبقوا خمسين سنتي تمام، هتحط عليهم 1 يونت انسولين على 50 في سيرنج بامب بسرعه 100 بس. عايز تدي وحدتين على 100 يعني دبل ده ودبل ده وارد، يعني ممكن تدبل الاثنين لو البوتاسيوم عالي قوي. هو المفروض انك اي انسولين بتحضره بزياده وبتعمل فلاشينج في الاول، لكن في النص ساعه ما هياش زي 24 اور انفيوجن بتاعت الدي كي. هو عامه في تصليح الهايبركاليميا لو الانسولين كان قليل شويه مش هيعمل مشكله كبيره، لانك اللي هيحصل ان السكر هيعلى شويه العين هيطلع انسولين هينزله، بس بدل ما ينزل في نص ساعه هينزل في ساعه، واخد بالك؟ فاحنا دايما بنمشي على كونزرفاتيف، يعني خايفين من الهايبوجلايسيميا اكتر، لكن ايديالي تعمل فلاش. البوتاسيوم في تصليح الهايبوكاليميا، خلينا ناخد نفس العيان اللي 10 كيلو، خلينا ناخد نفس العيان اللي 10 كيلو اللي بوتاسيومه 2 عايزين نوصله لأربعة، يبقى الديفيسيت كده كام؟ 2 في 0.3 في 10 هنحسبها تطلع مثلا 6 سنتي تمام؟ هنديهم على قد ايه؟ احنا قلنا نص في الساعة يبقى 4 ساعات مينيمم. طب هنخففهم على كام؟ احنا اتفقنا لما بحط سنتي على 100 ده 20 ملي ايكوفلنت بير ليتر تمام؟ الكلاسيك ان احنا ما بنديش اكتر من 40 في بريفرال بلايم، بيني وبينكم بندي بس العين يبقى على مونيتور تمام. فلو انت بتدي في بريفرال لاين هتحط كل سنتي كل يعني انت عايز توصل ماكسيمم ان انت تحط سنتي في 50، يعني ال 6 سنتي دول يبقوا على 300 تمام. بس لو العيان مش محتاج 300 وزايد ومضطر تديهم على 200 ولا على 150 وي دو ات، بس هي مش مكتوبه كده بس بنعمل. لكن هو سنتي على 50 ده اللي هو 40 ملي ايكوفلنت بير ليتر. لو العيان على مونيتور وانت متاكد انك حاسب صح لو وصلتها ل 60 او 80 مش هيحصل حاجه، بس ما تزودش عن كده تمام. في سنترال لاين ممكن تستخدم اي تركيز بس لازم تحترم انها نص في الساعه، ما تديهاش النص في الساعه اهم من التركيز.
طبعا لو العيان كده كده دي هايدريتد وبتديله ديفيسيت يجوز اضافته ليها وده يبقى سهل لنا الدنيا. طيب دي كانت ستادي مشهوره يعني سيئه السمعه جدا كويس ان في ناس طلعوا قالوا في دواء. لا لا مش كلام حضرتك ما تفهمش انت هتفهمي انا قصدي ايه دلوقتي. هو سؤال مهم جدا 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 ان في ان هم في ناس قالوا احنا اخترعنا دواء بيمنع البروجريشن اوف كرونيك كيدني ديزيز. ايه يا جماعه الموضوع؟ احنا هنجيب جروب عيانين الجي اف ار بتاعهم ما بين 30 و50 او ما بين 30 و45 حلو، وهنقسمهم تو جروبس راندومايزد، في جروب هياخد الدواء بتاعنا وفي جروب ايه مش هياخد الدواء بتاعنا، وهنتابعهم. وتابعنا العيانين الحمد لله بعد سنه لقينا اللي ما خدوش الدواء بتاعنا الجي اف ار بتاعهم نزل من 30 بقى 20 مثلا يعني، واللي خدوا الدواء بتاعنا كانوا 30 وفضلوا 30. فديرفور الدواء بتاعنا بايه بيمنع البروجريشن اوف سي كي دي. طب الدواء ده كان لازم يعني انتشر في العالم كله والناس كلها خدته. هو القضيه ايه؟ القضيه ان اللي خدوا الدواء بتاعهم بعد شويه كلهم ماتوا. لماذا؟ لان الدواء ده بيعمل رابدومايوليسيس. القضيه انهم قاسوا الجي اف ار بشوارتز فورمولا على السيرم كرياتين، فاللي خدوا الدواء بتاعهم الماسل ماس بيروح فالكرياتين برودكشن مفيش، تمام؟ فالكدني بتبوظ بس الكرياتين ما بيعلاش. المسل ماس از وان اوف ذا ليميتنج فاكتورز لشوارتز فورمولا، تمام؟ ولو خدوا بالكم الكونستانت، احنا شوارتز فورمولا لينث في كونستانت على السيرم كرياتينين، الكونستانت ده كام؟ بيختلف صح؟ هو في البري تيرمز حاجه وفي الفول تيرمز بيزيد شويه وفي الاطفال بيزيد اكتر وفي الادوليسنس والادلتس في الميلز اعلى من الفيميلز. هو الكونستانت ده ريفلكتنج المسل ماس حقيقه. فلو عيان عنده ويستنج لا يجوز استخدام الشوارتز فورمولا لتوقع الكرياتينين من السيرم كرياتينين. وفي نقطه التايم سامبل، احنا مشكلتنا في ايه؟ ان احنا لازم نجمع 24 ساعه ونسحب كرياتينين كليرنس. في البلاد الوحشه برضو اللي زي امريكا وكندا وكده دلوقتي بيعملوا حاجه تانية خالص في البروتينوريا وفي الكرياتينين كليرنس، بيعملوا حاجه اسمها اوفر نايت تايم كولكشن، ما بيجمعش 24 ساعه. هو بيقول له انا عايز عينه الصبح تقول لي خدتها الساعة كام واخر مرة دخلت الحمام الساعة كام. يعني مثلا الولد ده دخل نام الساعة 11 بالليل واداني عينة الصبح الساعة 7 الصبح، يبقى اليورين ده بتاع 8 ساعات وسهلة هي عينة واحدة. طب صحي بالليل الساعة 3 يبقى هنحسب من الساعة 3، انا دخلت نمت الساعه 10 قمت دخلت الحمام الساعه 3 جت لك المعمل الساعه 8، يبقى ده بتاع من 3 ل 8 نشوفهم كام دقيقه ونحسب بير مينت عليها ومش لازم خالص 24 اورز. وهتلاقوا كتير من الجايد لاينز دلوقتي بتتكلم على قلب من اكسكريشن ريت بدل كلمه 24 اور يورينري بروتين بارقام مختلفه. ممكن حضرتك تحسب الكرياتينين كليرنس بتايم سامبل ليست 24 اورز، هي المده بين تو فويدز زي ما هي ونقسم عليها، تمام؟ لكن نطبق الشوارتز فورمولا على عيان عنده سيفير ويستنج او على عيان كرياتينينه بيعلى بسرعه او بيوطى بسرعه، هي ما اتعملتش عشان كده، هو شوارتز نفسه عملها في العيانين الكرونيك، جم بتوع الرايفل وخدوها وحطوها في الاكيوت كيدني انجري ما اعرفش في غفله من الزمن وانتشرت قوي مع ان لها انتقادات واسعه. تقصدي ايه بكوركتد كرياتين؟ ما حدش عملها لغايه دلوقتي، ما حدش عملها لغايه دلوقتي. لو عملتيها تتسجل باسمك، انك تشوفي وزن العيان والماسل ماس والريت اوف تشينج في الكرياتينين وتطلعي منها رقم. لو عملتيها ما حدش عملها لغايه دلوقتي. ممكن طبعا تتعمل على طريق كاينتيك موديلنج وحاجات كده، بس ما حدش عملها لغايه دلوقتي. ما حدش فكر في اللي انت بتقوليه ده، ولو اني احييكي على الفكر، يعني خلينا نشتغل فيها كده كويس كده والدكتور محسن بيه ونعمل عليها بيبر وننشرها ويعني ونكوريليت مع تايم سامبل. تمام
والدكتور اشرف بتقلي برضو ما عملهاش. ف يعني بس احييكي على الفكره يعني. خلاص عشان ما يزهقوش بقى مني. استاذنكم 5 دقايق بس يا جماعه، استاذنكم 5 دقايق بس. اختنا العزيزه يعني الدكتوره سحر والجروب كله، كل الجروب والله بجد انا بشكركم ان انتم صامدين لغايه دلوقتي ومفيش حاجه بتنجح الا كلنا مع بعض ايد واحده. في البدايه بشكر الاستاذ الدكتور حافظ بزرعه اللي امتعنا النهارده واتحفنا، ودايما مع بعض ان شاء الله وكل سنه معانا ان شاء الله. ده حاجه ثابته في المؤتمر من ضمن شخصيه المؤتمر ان احنا معانا الدكتور حافظ اليوم اللي يسبق المؤتمر ان شاء الله. بشكرك يا دكتور حافظ. بشكر دكتور محمد عزت اللي شرفنا النهارده ونورنا واصر يحضر معانا. بشكركم تاني. بحب انوه بس ان شاء الله بكره يا جماعه اليوم الاول للمؤتمر نحضر من بدري، يعني احنا هنبدا ريجستريشن ان شاء الله من 8:30 من 8:30 معلش سوري يعني الخير في البكور، يعني كل ما نبكر كده ان شاء الله عشان نبدا بدري عشان نخلص بدري. احنا يعني هي الفكره يا جماعه، بص احنا المؤتمر بيتميز بالساينتفك كونتنت بتاعته، فعايزين نحافظ عليها، فعشان نحافظ عليها نكون ملتزمين في كل حاجه ايه احنا حطيناها. فانا بستاذنكم يعني اخ من اخواته ان احنا نلتزم بالميعاد، ريجستريشن من 8:30 لغايه 10، هنبدا اوبننج ان شاء الله 10 معايا. الفتره بتاعت الريجستريشن بتتيح لنا فرصه ان احنا نشوف الشركات، نشوف ايه الجديد، نشوف كذا. المؤتمر السنه دي ان شاء الله فيه جديد، والساينتفك كونتنت اعتقد بروجرام ايمان نزلته اعتقد ان شاء الله يا رب يكون عند حسن ظن الجميع كده ان شاء الله، وكلنا نستفيد وكلنا يعني كل واحد فينا بيجود بما عنده، كل واحد فينا بيجود بايه بما عنده. فان شاء الله احنا كنا ناويين نعمل جلسه نعرف المؤتمر، بس يعني انا بعتذر عنه عشان الدكتور سعد ربنا يرحمه، فما ينفعش ان نعمل اي حاجه فيها نوع من انواع البهرجه، وربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنه. النايل تور اللي احنا متعودين نعملها كل يوم جمعه هنعملها، بس هنغير الميعاد برضو التزاما مننا بالمواعيد يا جماعه. احنا كل سنه بنصلي الجمعه ونعمل نايل تور، فبتجور على الوقت بتاع الايه الساينتفك بروجرام. فاحنا هنعملها السنه دي، معلش شويه هغلس عليكم، بس انا متاكد ان انتوا هتساعدوني وهننجح مع بعض. هنتجمع الساعه 8 يوم الجمعه الصبح، معلش الجو جميل جدا في جميل جدا يا جماعه والله العظيم، اللي هيجرب النيل الساعه 8 اجمل بكتير بكتير من وقت اللي بعد ساعه الصلاه. لا المواصلات موجوده يا جماعه، المواصلات بالنسبه اللي قاعدين اقامه في الفندق موجوده، احنا في ميكروباصات على الساين بتاع المؤتمر هيبقى موجود بمواعيد ثابته الساعه 8 هتيجوا، ما فيش اي مشكله خالص معايا. فنتمنى احنا عايزين يعني احنا يعني هو مؤتمركم يا جماعه مش مؤتمر حد، يعني يمكن دمياط داخله كده، لكن انا شايف انه مؤتمر كل الناس وانتوا اللي بتنجحوه. لا ما فيش حضور مش هينجح، بالحضور بينجح، فاحنا كلنا مع بعض هو مؤتمرنا كلنا. فاتعشم ان احنا نلتزم بالنايل تور اللي هيجي فيها يجي بدري. صدقوني هتبقى امتع بكتير الجوله النيليه اللي بنعملها كل سنه، احنا بنعمل جوله نيليه كل سنه فكانت بتاخد وقت مننا، فاحنا عايزين نحافظ على ايه على الساينتفك بروجرام اللي احنا حاطينه. يتبقى لنا الان حاجتين، هنكرم زملاتنا اللي نجحهم ان شاء الله، ما عدا زملات المبتسرين هيبقى تكريمهم في المؤتمر معايا لان معظمهم مش موجودين. وان شاء الله هناخد صوره جماعيه اما اخلص بره القاعه معايا، والشهادات الحضور موجوده مختوم ختم الجمعيه عشان الترقيات خلاص. فانا استاذنكم هنبدا بس التكريمات. وحظ اللي هيكرم بقى الدكتور حافظ اللي هيكرمه مع سعادتك. هنبدا بالدكتوره شيرين جلال عامر. تحيه يا جماعه الدكتوره شيرين، الزماله الانجليزيه لطب الاطفال. الدكتوره شيرين احنا بنشهد لها بجد بحسن الخلق والعلم، وهي من الناس اللي بتعمل في صمت ما حدش بيحس بيها، بيحس بعلمها لكن ما بيحسش، يعني عمرنا ما شفنا منها اي حاجه. تحيه ثانيه للدكتوره شيرين يا جماعه. هنكرم الدكتوره ريم عبد الرحمن. دكتوره ريم يا جماعه من الناس اللي لها دور كبير في المؤتمر السنه دي. شكرا دكتوره ريم والف مبروك. هنكرم المشاغب.
هو قريبي بظروفها فهديله دواء. الدكتور هيثم عابد. هنكرم واحدة عزيزة علينا بجد، هي خدت لقب الدمياطية والرغم انها مش سنبلاوين، هي محبوبة الجميع، احنا دايما بندلعها ونحبها، بنحبك يا شيماء بجد، اتفضلي يا شيماء. اتفضلي. ايه؟ لا دمياطية. دي زمالة طب الأطفال يا جماعة. دكتور عماد بكر. مثال الخلق والعلم بجد والله، ألف مبروك عمد. زمالة طب الأطفال. نفس الكلام اللي قلناه على شيماء هنقوله على الدكتورة عايدة. هي من المنصورة بس دمياطية يعني. زمالة طب الأطفال. ألف مبروك دكتور عايد. ألف مبروك. هو احنا يا جماعة بنكرم الناس اللي حضرت، يعني الناجحين اللي حضروا، يعني مش كل احنا طلعنا الناس اللي حضروا وناجحين، جبنا بس ايه اسمعوا. الدكتور أحمد محمد حامد عبد الرحمن العريش. العريش يا جماعة، تحية للعريش وأهل العريش. زمالة طب الأطفال. المشاغبة رنا نعيم فرحات. دي المشاغبة على الفيس وعلى كل. ألف مبروك يا رنا. هنكرم واحنا اللي بعزها بجد، من الناس اللي اشتغلت معانا ولسه بتشتغل وبتأدي، يعني دكتورة مروة عياد ماجستير طب الأطفال. آخر شهادة معانا الدكتورة سمزة أزوق. مثال الخلق والعلم، ويعني حاجة بنعتز بيها بجد دكتورة سام، ماجستير طب الأطفال. ألف مبروك يا دكتورة سام. هو في واحد معانا زمالة طب الأطفال بس هو حظه منيل طول عمره، محمد المحمدي، كل سنة بياخد حاجة ونكرمه ويطلع اسمه غلط. فيك حاجة غلط، هي فيها حاجة حلوة، فيك حاجة غلط. شكلك كده مش مسامح. هو الدكتور محمد من الناس الناجحين في زمالة طب الأطفال، احنا بنحييه بالرغم ان شهادته بايظة بس هنيجي سلم. ولا انت رحت المنصورة؟ بيه؟ بيغش منك انا عارف. الف الف مبروك يا جماعة الناجحين والف شكر. هنستأذنكم ناخد الصورة الجماعية. ترجو لكم دوام المناسبات السعيدة.